السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة النادي الأهلي. اليوم الخامس من مونديال روسيا 2018، وكالعادة الوقت بطل، أو طبعا الدقائق اللي بتكون في آخر مباراة تونس وانجلترا زي ما حضراتكم شايفين، يعني العرب في أولى جولاتهم الوقت بدل الضائع بيكون سبب في هزايم كل المنتخبات العربية. طبعا منتخب مصر، منتخب المغرب، منتخب تونس، شفنا ركلات ثابتة، شفنا الوقت بدل الضائع بيكون سبب في هزيمة المنتخبات العربية، لكن منتخب تونس بيحقق بيحقق أول هدف للمنتخبات العربية خلال الجولة الأولى في فعاليات كأس العالم روسيا 2018. يعني ليه تفسيرات كتير جدا، موضوع ان في اخر دقيقة او اخر وقت من المباراة بيحصل عدم تركيز من اللعيبة، وبالتالي بينتج عنه هدف وبيكون سبب في خسارة منتخب زي منتخب مصر، منتخب المغرب، ومنتخب تونس. هل ممكن يكون ان الفرق العربية بينقص فيها عنصر التركيز لحد اخر لحظة؟ ممكن. هل عدم خبرة من بعض اللعيبة اللي موجودين؟ ممكن. لكن يعني لما بتكون متعادل مع فريق زي طبعا انجلترا، وطبعا بتسجل فيهم هدف وبتحافظ على الفوز لمدة 89 أو 90 دقيقة، فبالتالي أنا أعتقد اللي أنا عارفه في عالم كرة القدم إن لازم اللاعب يكون تركيزه 150% مع طبعا تعليمات كبيرة جدا من المدير الفني علشان يحافظ على النقطة، نقطة مع في مجموعة صعبة جدا فيها بلجيكا بالمستوى اللي احنا شفناه، يكسب بنما 3-0 ومعاك فريق زي بنما، فريق يعني امام قدرات بلجيكا هو فريق ضعيف، لكن امام منتخب تونس هيبقى فيه ندية في اللقاء. فبالتالي كنا نأمل ان منتخب تونس يكمل الهدف اللي احرزه في شباك مرمى منتخب انجلترا ويحقق نتيجة ايجابية، لكن يعني المشيئة الإلهية بقى هي عايزة كده وخلاص، ربنا رايد إن منتخب تونس يخرج من المباراة بدون أي نقاط. لكن إن شاء الله ربنا يوفق منتخب تونس في اللقاءين اللي هيكونوا أمام منتخب بلجيكا وأمام منتخب بنما. قبل اللقاء طبعا منتخب تونس وإنجلترا كان في لقاء منتخب بلجيكا لاعب منتخب بنما، والنتيجة انتهت 3-0، فوز مستحق لمنتخب بلجيكا على منتخب بنما المتواضع، لكن أدى بكل شرف، أدى بكل روح. طبعا بلجيكا منتخب قوي جدا، لكن منتخب بنما أنا شايف أنه هو عمل اللي عليه، وأمام القدرات الفنية الخارقة للمنتخب البلجيكي أعتقد أن منتخب بنما أدى بشكل مش وحش. أما مباراة السويد وكوريا، يعني كوريا قلت كتير عن كوريا اللي كنا بنشوفها في كأس العالم قبل كده، والسويد أخذ اللي هو عايزه من المباراة، هدف وثلاث نقاط، وبالتالي بيبدأ ان هو يعني يعمل 50% من المهمة اللي مطلوبة منه، ان هو يحقق أول فوز في أول مباراة من ثلاث مباريات هيلعبه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بنبدأ مع حضراتكم ببعض الأخبار يليها مباريات اليوم، ونستعرض مع حضراتكم ايضا مباريات غدا، وبعديها ترتيب المجموعات، وبعد كده طبعا بيكون معنا فقره على الهاتف من روسيا، بنحاول يبقى معنا على اكبر قدر ممكن من الساده الصحفيين المتواجدين مع البعثه المصريه للمنتخب الوطني في روسيا، وبيتكلم طبعا بنتكلم وبنعرف منهم اخر الاوضاع، وبنطمن فيها على منتخب مصر يعني في كل الاحوال. كمان هنتكلم كلامنا النهارده هيبقى اكتر بكتير طبعا من اي يوم على مباراه مصر وروسيا اللي بتقرب خلاص، بكره مباراه مصر وروسيا ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت القاهره. يعني كلنا اكيد عارفين يعني موقف منتخب مصر، لابد من الفوز بثلاث نقاط، يعني ان شاء الله مش معنى ان هي مباراه مع روسيا صاحبة الأرض والجمهور أو روسيا اللي كسبت السعودية 5-0 إن مباراة هتكون من المستحيل إن احنا نكسب، لكن لا، هي مباراة صعبة لكن مش مستحيل نقدر إن احنا نكسب بعودة محمد صلاح واللعيبة الرجالة اللي هيكونوا موجودين إن شاء الله في التشكيلة الرئاسية، نقدر إن احنا نخرج بنتيجة إيجابية. لكن طبعا كل ده بيترتب وبيتوقف على حالة اللاعب أثناء المباراة. وبعد كده بنروح لفقرة حكاوي المونديال، بنختار لحضراتكم يمكن موقف أو حادثة حصلت في مونديالات وبتتكرر في مونديال روسيا 2018. ومعنا النهاردة
سقوط يتحمل. في المونديال بنختار لحضراتكم لاعب اهلاوي شارك في مونديال 34 او مونديال 90 وبنتكلم عليه بتقرير يعرفكم او يعرف حضراتكم مزيد من المعلومات عن نجم اهلاوي في المونديال، واكيد بنخرج لساده الجمهور في الشارع وفقره المونديال في الشارع ومعانا ثلاث تقارير. تقارير طبعا معانا تقارير من الجمهور وبيشارك عن او بيتكلم على محمد صلاح ومشاركته امام روسيا، وبنسال الجمهور عن مشاركه صلاح امام روسيا وتوقعات الجمهور عن المنتخبات العربيه في المونديال، وايضا تقرير الجمهور عن اداء ميسي المخيب مع الارجنتين عكس برشلونه. يعني جمهور بسم الله ما شاء الله بقى يفهم جدا جدا في كرة القدم، وبقى خلاص كل الشعب المصري بقى محلل وعارف كل حاجة، ما بقاش دلوقتي حد بيقعد قدام التلفزيون علشان يعرف المعلومة. بسم الله ما شاء الله الفيسبوك والسوشيال ميديا والمواقع كلها فيها معلومات رهيبة جدا، فالشعب المصري بسم الله ما شاء الله، مش بقول كده أنا بتكلم بجد، الشعب المصري لو توقفت اتكلمت مع أي حد يعني بنسبة 70-75% بتلاقيه بيفهم في الكورة وكمان بيتكلم في تشكيل وبيتكلم في مصطلحات، هو عارف وواعي هو بيقول ايه. طبعا يعني اخيرا هيكون معايا ان شاء الله ضيفي ايمن محمد محلل الاداء في موقع يلا كوره دوت كوم. طبعا ايمن واحد من المميزين جدا جدا ب يعني تحليلاته الفنيه وكمان الكره العالميه. هنبدا مع حضراتكم بالاخبار، يمكن الاخبار معانا بعض الاخبار اللي هنبدا بيها زي ما احنا معودين حضراتكم وبنتناقش فيها معاكم. لكن سريعا طبعا القصر الرئاسي الروسي بيعلن عدم حضور بوتين لمباراه مصر وروسيا. اكيد طبعا رئيس روسيا بوتين لا يعني مش هيكون موجود بكره، لكنه كان موجود في مباراه الافتتاح وده امر طبيعي جدا، اكيد رئيس الجمهوريه مش هيبقى متابع لكل مباراه في المونديال، اكيد يعني هيتابع من خلال التلفزيون لكن ما اعتقدش ان هو في كل مباراه هيحضر ويكون موجود. كهربا انتظروا اداء مختلف امام الروس، نتمنى ذلك ان شاء الله يا كهربا، وان انت تكون سواء موجود على مقاعد البدلاء او موجود من البدايه ان انت تؤدي اداء ان شاء الله على اعلى مستوى. الاعلام الروسي صلاح ليس الخطر المنتظر. طبعا يعني محمد صلاح يعني كل واحد حر، هم اكيد بيتكلموا من ان الاعلام كله بيتكلم بشكل ايجابي على محمد صلاح، فالاعلام الروسي اكيد لازم يتكلم في حق بلده ان محمد صلاح مش القوه، وبالتالي يعني بيحبط من المصريين ومن محمد صلاح. لكن احنا عارفين ان محمد صلاح دايما مش بيسمع لحد، او لو او ان شاء الله ما يكونش حاجه يعني تكون حاجة سلبية تكون حاجة إيجابية لمحمد صلاح عشان يثبت للعالم كله أنه هو أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب في أفريقيا. طبعا مدرب روسيا سنوقف خطورة صلاح ومصر أقوى من السعودية. محمد النني نسعى للبقاء في المونديال لأطول فترة ممكنة. حارس روسيا يحذر من كرة المونديال، وخالد مرتجي أو الأستاذ خالد مرتجي يحضر مباراة مصر وروسيا من المدرجات. بسبب الشناوي الفيفا يغير بروتوكول جائزة أفضل لاعب، اما كوتينيو هو رجل هما مان اوف ذا ماتش او رجل مباراه البرازيل وسويسرا، والصحافه البرازيليه محبطه بسبب التعادل مع سويسرا، اكيد طبعا امر طبيعي، وامرابط المغربي يغيب عن مواجهه البرتغال في المونديال بسبب الاصابه اللي لحقت به في مباراه ايران. اما الصحافه الالمانيه بتهاجم المانشافت بعد الخساره امام المكسيك، المكسيك قدمت مباراه اكثر من رائعه، والمكسيكي ميغيل لايون قادرون على مواجهة أي منافس، والاتحاد السعودي لا مجال لمناقشة مستقبل بيتزي الآن، بيتزي هو المدير الفني للمنتخب السعودي. أما فرناندو هييرو يعلن استمرارية دخية في التشكيلة أسبانيا الأساسية، وده بعد الأخطاء اللي ارتكبها في مباراة البرتغال، لكن طبيعي جدا هييرو عنده ثقة كبيرة جدا في دخية. الإصابة تنهي طبعا مشاركة المدافع الإيراني جشمي مش هيشارك مع إيران في باقي مبارياته في المونديال. وأما فالكاو جاهز للساموراي الأزرق، كولومبيا هتلاعب منتخب اليابان بكرة إن شاء الله هنتكلم فيها مع حضراتكم في فقرة اليوم وغدا، والمباراة تبقى قوية جدا جدا. والمكسيكي ماركيز يحتفل بمشاركته الخامسة في المونديال، 39 سنة، خامس مشاركة في كأس عالم والخمس مشاركات هو كابتن منتخب المكسيك. اما ديدي ديشامب يطالب جريزمان بالمزيد، ومدرب السنغال يحلم بتكرار انجاز مونديال 2002، لكن هو بكره السنغال عندهم مباراه قويه جدا امام بولندا، نتمنى ان شاء الله
ان الحظ يكون مع منتخب السنغال. اما طبعا اوكازاكي يمنح الامل لليابان قبل مواجهه كولومبيا. وطبعا إيريك كانتونا يسخر من قصة شعر نيمار المونديالية أمام سويسرا. ولسه مكملين طبعا مع الأخبار، وإلغاء رحلة جوية يحرم 150 سويدية من حضور مباراة كوريا. يعني أمر محبط جدا في روسيا أن في بعض الصعوبة بتواجه بعض المشجعين، منهم المشجعين المصريين في الرحلات الداخلية لبعض المدن. احنا عارفين روسيا طبعا مساحة كبيرة جدا، يعني لو مش هتاخد طيارة التنقل فيها على سبيل المثال بالقطر أو بالعربية بيكون مسافة طويلة جدا جدا جدا. رئيس وزراء أستراليا تدخل لحل أزمة بث مباريات المونديال، ورئيس الاتحاد الألماني يزور معسكر الماكينات في روسيا، وكارفخال يحاول اللحاق بمواجهة إيران، ومارادونا يحذر سان باولي لن تستطيع العودة للأرجنتين. الكلام ده طبعا احنا عارفين مارادونا دايما تصريحاته نارية، وبيتكلم على يعني بيحذر المدير الفني للمنتخب الأرجنتين انه لو ما حققش نتائج إيجابية مش هيعرف يخش الأرجنتين. واما ليفاندوفسكي يمكنني البقاء في القمة حتى سن 35 سنة، يعني واحد من النجوم نجوم بايرن ميونخ والمنتخب البولندي، هو عنده 30 سنة حاليا، هو بيتكلم على 5 سنين ان هو يحافظ على التوب فورم بتاعه، اكيد كل واحد ادرى بامكانياته. اما تيتي ينتقد القرارات التحكيميه في مباراه سويسرا. تيتي هو المدير الفني للمنتخب البرازيلي، والاصابه تبعد السنغالي ساس عن كاس العالم، وسوكر يحذر كرواتيا بسبب مباراه الافتتاح. كلنا طبعا عارفين سوكر ولاعب الكرواتي وان هو بيحذر طبعا يعني بسبب مباراه الافتتاح، اكيد يعني فازت في اول مباراه وده امر يعني اكيد مهم جدا. لكن بمناسبة كرواتيا نتكلم على يعني حاجة تحترم بصراحة في الاتحاد الكرواتي، ان طبعا كالينيتش لاعب اسي ميلان المدرب احتاجه في الدقيقة 90، كان في 4 دقايق وقت بدل ضايع، وطلب من كالينيتش ان هو يسخن، اللاعب رفض ان هو يسخن ورفض ان هو يكون موجود في وقت بدل ضايع، قال انزل اعمل ايه. فبالتالي كان اول قرار النهاردة الصبح للاتحاد الكرواتي ومع طبعا المدير الفني هو الاستغناء عن خدمات كالينيتش في المعسكر الكرواتي. مع السلامة، تفضل انزل على كرواتيا، تفضل انزل على إيطاليا، أيا كان المكان اللي هتبقى موجود فيه. فده قرار تأديبي مهم جدا جدا جدا. اللاعب أيا كان اسمه أيا كان قدراته هو موجود تحت أمر المدير الفني فقط لا غير. طبعا كورتوا بلجيكا ليست ابرز مرشح للفوز بالمونديال، طبعا يعني كورتوا اكيد بلجيكا شفنا ان مستوى بلجيكا يؤهلها ان هي تنافس بقوه على بطوله كاس العالم. طبعا يعني مش طبعا في يعني في اخبار ممكن تكون يعني طريفه بالنسبه لكم شويه، لكن في مصر هنا حد حقق زي يعني حد عمل نفس الموضوع، ان زي ما حد مصري وصل من مصر لروسيا عن طريق طبعا العجله، حصل نفس الامر في انجلترا، ان 2 مشجعين وصلوا لروسيا عن طريق درجات. اكيد طبعا يعني بتبقى نوع من انواع التحدي، لكن هي في الاول وفي الاخر بيكون يعني كل واحد ليه مقدره، هو حر في اللي هو يعمله. اما بول بوجبا بيتكلم بعد ما يعني تعرض كثيرا للنقد، بيقول انا الاكثر عرضه للانتقادات في العالم، لا في ناس اكثر منك بكثير. يعني ابرز مثالين هو ميسي ورونالدو. ميسي يضيع كل العالم ينتقده، رونالدو يضيع كل العالم ينتقده، فبالتالي اعتقد ان بول بوجبا فيه اكثر منك انتقادا في العالم. اما مدرب بيرو يحفز لاعبيه قبل موقعه فرنسا، بيرو خسر في المباراه الاولى امام المنتخب الاركي بعد ما اخفق وضيع ركله الجزاء، وبالتالي ما عندوش امل غير ان في فوزه في مباراه فرنسا اللي انا اعتقد من وجهه نظري هتبقى صعبه جدا جدا على منتخب بيرو. اما اسكو لاعب ريال مدريد ولاعب المنتخب الاسباني، كنا نستحق الفوز على البرتغال وروح الجماعه سر تفوقنا. مباراه البرتغال واسبانيا هي الاقوى لحد وقتنا هذا في مونديال روسيا 2018، واللي انتهت ب3 أهداف لكل فريق. اما كوريا الجنوبيه رقم سلبي لكوريا الجنوبيه بعدم التسديد ولا مره على مرمى السويد. وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان منتخب كوريا الجنوبيه مش هو كوريا الجنوبيه اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده في كاس العالم، كانت خطره جدا وكان فيها بعض العناصر المميزه وكان فيها لعيبه محترفه كتير جدا، لكن منتخب كوريا الجنوبيه موجود فقط كاسم، لكن كروح كاداء كلعيبه ما اعتقدش ان في اداء. وكمان شفنا ان ولا تسديده في مباراه السويد. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم الفقره الاولى، فقره الاخبار اتكلمنا فيها على معظم الاخبار المتداوله في المونديال، في
يعني طوال اليوم، واكيد هنكمل مع حضراتكم، لكن هنروح لفاصل سريع جدا جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم في فقره اليوم وغدا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ومباريات اليوم وغدا والمجموعات. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم في المونديال، وهنبدا بفقرتنا الثانيه وهي اليوم وغدا واستعراض مباريات اليوم وايضا مباريات غدا والمجموعات او المجموعه اللي طبعا اتلعب فيها ماتشاتها النهارده، علشان نشوف موقف كل فريق بعد مباراته اللي اداها. هنروح لمباريات اليوم ونبدا بمباراه السويد وكوريا الجنوبيه. زي ما حضراتكم شايفين مباراة السويد وكوريا الجنوبية، مباراة السويد انتهت 1-0 لمنتخب السويد. السويد تقدم في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء، واكتفى بعديها منتخب السويد بتحقيق 3 نقاط عن طريق هدف، واكتفى بكده واخذ اللي هو عايزه من المباراة. نروح للمباراة الثانية، مباراة بلجيكا وبنما. بلجيكا وبنما وانتهت 3-0 للمنتخب البلجيكي. يعني مباراة يعني مفيش أحلى من كده. كيفن دي بروين بيبدع، ملك الأسيست، أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي، وكمان لوكاكو بينجح إن هو يحرز هدفين علشان يبقى تاني هداف للمونديال بعد كريستيانو رونالدو، صاحب الصدارة ب3 أهداف اللي حققهم أمام منتخب أسبانيا. أما منتخب تونس العربي الشقيق بيخسر 2-1 من المنتخب الإنجليزي في الوقت بدل الضائع، وزي ما حضراتكم شفتوا منتخب انجلترا تقدم في بدايه المباراه، وطبعا هاري كين صاحب الهدف الاول، وتونس تتعادل عن طريق ركله الجزاء. صاحب الهدف هو فرجاني ساسي، وهاري كين في الدقيقه 91 في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع بينجح انه يجيب هدف الفوز وهدف ال3 نقاط للمنتخب الانجليزي. طبعا بكره هيكون في 3 لقاءات. اول لقاء هيكون كولومبيا واليابان، ده هيكون الساعة 2 بتوقيت القاهرة. أما المباراة الثانية، المباراة هتكون الساعة 5 إن شاء الله، مباراة بولندا والسنغال. طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب السنغالي أنه يؤدي مباراة قوية أمام المنتخب البولندي. أما أخيرا المباراة المرتقبة والمنتظرة إن شاء الله، واللي كلنا نتمنى فيها التوفيق لمنتخب مصر، مباراة روسيا صاحبة الأرض ومنتخب مصر الساعة 8 بتوقيت القاهرة. يعني إن شاء الله كل التوفيق زي ما أنا قلت للمنتخب الوطني المصري. مباراة صعبة جدا جدا على المنتخب المصري وأيضا على المنتخب الروسي، الاتنين أكيد خايفين من بعض، الاتنين عاملين لنفسهم ألف حساب، ويعني كلنا أكيد هنتابع وهنشوفها، وأكيد بكرة نكون مع حضراتكم بعد المباراة عشان نتكلم بشكل أكبر بكتير على إن شاء الله فوز منتخب مصر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ونبارك لحضراتكم ونبارك لنفسنا، وهنتكلم فيها بشكل أكبر. وقبل ما أروح طبعا لفقرة على الهاتف من روسيا، هقول لحضراتكم بس موقف مجموعة بلجيكا وتونس بعد ما منتخب بلجيكا كسب ومنتخب انجلترا كسب. لكن طبيعي جدا في اول مباراه منتخب بلجيكا صاحب 3 اهداف، صاحب 3 نقاط في صداره المركز الاول، اما المنتخب الانجليزي صاحب المركز الثاني، وتونس وبنما في المركز الثالث والرابع ب0 من النقاط. يعني مجموعه السويد سريعا اللي لعب النهارده منها فريق أو فريقين، وامبارح لعب منها فريقين. طبعا السويد في المركز الأول ب3 نقاط، والمكسيك في المركز الثاني ب3 نقاط، أما كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث والرابع ب0 من النقاط. يعني كأس العالم لحد وقتنا هذا ما فيش أي مباراة انتهت بتعادل سلبي، كل المباريات دخل فيها أهداف، معظم المباريات كان فيها اهداف اكثر من رائعه. النهارده شفنا الهدف الاول في مباراه بلجيكا وبنما، كان هدف رائع جدا جدا. وبالتالي بنكمل سلسله بقى ايه هو احسن او ايه هو احلى هدف في كاس العالم. عندنا اكثر من هدف في منتهى القوه، وينافس بقوه على اكيد على اللقب افضل هدف في المونديال. كمان عندنا افضل لاعب بقى، عندنا لعيبه كتيره جدا، عندنا كيفن دي بروين النهارده يعني بيبدع، صنع هدف تاني لوكاكو، قمة في الرقي وقمة في التألق بوش الجيل الخارجي، يعني بالمقام
اس للوكاكو بينجح ان هو يجيب هدف الثاني. واحنا عارفين ان لوكاكو يعني لاعب مانشستر هو يعني محطه مهمه جدا 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 في هجوم منتخب بلجيكا. لكن هنشوف بكره المباراه اللي منتظره ان شاء الله، مباراه مصر وروسيا، واللي كلنا ان شاء الله بنتمنى فوز المنتخب الوطني على منتخب روسيا، وان شاء الله تكون يعني وش الخير ووش السعاده ان احنا نقدر ان احنا نفوز كمان على المنتخب السعودي ونتاهل لاول مره في التاريخ المونديال، وكمان عايزين نجيب هدف يعني ان شاء الله نفوز وتبقى اول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم، وايضا يكون اول مره ان منتخب مصر يصعد الى طبعا دور ال16. وبالمناسبه قبل ما اروح لفقره على الهاتف من روسيا او ناخد فاصل بعد كده نروح ونستقبل تليفونات من روسيا، عايز اتكلم في حته اتكلمت فيها امبارح كانت يعني خدت فيها وقت وكان معايا مداخله من روسيا بسبب الموضوع ده، وهو قصه محمد الشناوي. بعد ما اتكلمنا قلنا ان الحارس رفض ياخد يعني الجائزه بسبب شكلها وبسبب الشركه الراعيه، النهارده رسميا الفيفا بتعلن خلاص تغيير في الشعارات وتغيير في صوره اللاعب اللي هيفوز برجل المباراه، وهو ازاله شعار الشركه الراعيه المنتجه للخمور من جانب اي لاعب مسلم هيفوز باللقب. وبالتالي الفيفا هنا يعني بعد الغلطه اللي غلطوها بيصححوا الخطا، لكن ما فيش حد معصوم من الخطا وده طبيعي جدا جدا، كلنا بشر، لكن حاجه تشكر بصراحه ومجهودات يعني بصراحه عقلانيه جدا من الفيفا، بتحترم العادات والتقاليد والديانه لكل لاعب بيشارك مع منتخب بلاده في كاس العالم. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع فيها مع حضراتكم علشان نستقبل المكالمات اللي كنا طبعا بنتكلم عليها عشان من روسيا عشان نطمن على بعثه منتخب مصر، ونشوف بكره ممكن منتخب مصر ايه ابرز التشكيل وابرز الاحداث اللي موجوده في روسيا. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. أدي الحدود يعني على سبيل المثال في مباراة أوروجواي بعد ما طارق حامد تم استبداله، يعني كل المحللين وكل النقاد اتكلموا فيه قال ان اول تغيير او اول لاعب هيجي في باله هو اشراك احمد المحمدي في مركز الظهير الايمن، وانه يدفع باحمد فتحي في نص الملعب، لكن هو فضل انه يكون سام مرسي موجود، فبالتالي هو قناعاته ما حدش بيقدر ان هو يغيرها. في الاول وفي الاخر هو المدير الفني، هو اللي بيتحاسب، وهو اللي في الاخر زي ما بنقول يعني بيبقى فيه اتفاقات او فيه عقد ما بينه وبين اتحاد الكوره. العقد كان بينص فيه ان صعوده لبطوله افريقيا بعد غياب ثلاث نسخ او بعد غياب ثلاث دورات متتاليه، فبالتالي الراجل صعد وصعد لنهائي كاس افريقيا، ايضا كاس العالم، صعود مصر الى كاس العالم، صعد بعد غياب 28 سنه، فبالتالي هو بينفذ الامور اللي مكتوبه. اما يعني هو اتسال قبل كده على اللعب بشكل طبعا هجومي واللعب بشكل جمالي، الراجل رد وقال انا المطلوب مني الفوز والخروج باكثر نتيجه ايجابيه، فبالتالي يعني ما باليد حيله. احنا كمصريين ومشجعين احنا عارفين ان احنا لو حد بيسمع الكلام ده اكيد بيقول لا احنا لازم نلعب هجومي، لازم الكوره تكون فيها متعه. انا طبعا بتفق في الاول وفي الاخير مع حضراتكم، لكن المدير الفني لما انت تكون موجود مكان المدير الفني هنا الموضوع بيفرق كتير، انت بتكون متحمل مسؤوليه وانت بتكون صاحب القرار في الاول وفي الاخر، وانت اللي بتقود المركبه او انت بتقود السفينه، ففي الاخر انت لا تتحاسب، وهو شايف اللي هو بيعمله هو ده الاقرب للصح. النهارده صحينا من النوم على اخبار ان في يعني في فندق او مقر اقامه المنتخب الوطني، يعني عايز اقول لحضراتكم بس بشكل يكون يعني لطيف، ان في بعثه من الفنانين ولاعبي كرة القدم والإعلاميين متواجدين في مقر إقامة منتخب مصر، وده طبعا أنا بقول لحضراتكم أنا امبارح الأستاذ إيهاب الخطيب وعلق واتكلم في نقطة مهمة جدا 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 على إن التسجيل مع بعض لاعبي منتخب مصر داخل غرفهم ده أمر مرفوض، وبالتالي أمر باشمهندس هاني أبو ريدة بعدم حدوث ذلك مرة أخرى، ومنع أي حد بكاميرا أنه يخش غرف اللاعبين. لكن بعد ما أستاذ إيهاب قال لنا كده امبارح، النهاردة صحينا على الخبر في بعض الناس أو في بعض الفنانين كتبوا على سوشيال ميديا او على حساباتهم الشخصيه على الفيسبوك او على تويتر او على الانستجرام ان هم مش متواجدين او مش بيتين في نفس الفندق اللي بيقيم فيه منتخب مصر،
لكن هم الناس تتكلم او ان بعض الصور اللي جت ان هم موجودين بيلتقطوا بعض الصور وبيؤذروا من طبعا المنتخب مصر في مقر الاقامه، فهم رافضين يعني او الجمهور المصري رافض التشويش او عدم فرض السيطره اللي من خلالها بيركز منتخب مصر في مباراه بكره. وبالتالي هيكون معايا طبعا مع حضراتكم الاستاذ ايمن بدر رئيس تحرير اخبار الرياضه علشان يتكلم مع حضراتكم، يتكلم معانا على موقف منتخب مصر في مباراه بكره ورده على طبعا موقف وازمه منتخب مصر في وجود بعثه اعلاميه وبعثه من الفنانين. استاذ ايمن برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن عمر، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين الكرام. طبعا كل سنه وحضرتك طيب، واكيد حضرتك موجود في روسيا. تعليق حضرتك على الازمه اللي اثيرت صباح اليوم من وجود بعثه من الفنانين اللي بتؤازر منتخب مصر واللي كانوا متواجدين في مقر اقامه المنتخب صباح اليوم. اولا احنا وصلنا سان بطرسبرج الحقيقه وكنا في التمرين. تمام. بس طبعا لما حصل الموضوع بتاع يعني زياره الفنانين ده كان في موضع سؤال للمهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب، فهو اكد انه كان محدد من قبل ان في ساعتين مفتوحين للاعيبه المنتخب بالامس علشان يزوروا عشان يعني يتلقوا زياره من اهلهم واصدقائهم اللي جايين للمباراه. طبعا مدينه سان بطرسبرج مدينه مفتوحه وهي يعني الاشهر والاجمل وكده، فهم طبعا يعني اغلب الناس جايه علشان الزياره والحضور المباراه. هو قال انه طبعا الجانب اللي فيه اقامه المنتخب ده تحت الحراسه الشديده، واتحاد الكوره وزع صور للمكان اللي فيه الجناح اللي بيسكن فيه المنتخب الوطني، لكن طبعا ده هو الفندق مكان مفتوح وفي اساسا مسموح بالاقامه في الفندق لاي ناس عايزه تيجي من بره. طبعا الفنانين وبعض النواب اعتقد كانوا وصلوا النهارده. في فيديوهات يعني شفناها، احنا للاسف كنا في التدريب وكنا بنحضر طبعا المؤتمر الصحفي بتاع هيكتور كوبر وعصام الحضري، وده كان الساعه 7، فكان المفروض مننا ان احنا طبعا نتحرك على الاستاد ونقعد يعني طول الفتره دي في طول الفتره دي حوالي ساعتين، فيمكن لم نتمكن من ان احنا نشوف المشهد ده، لكن شفنا له صور وحاجات كده. في طبعا فيديوهات لمحمد صلاح وهو بيعدي ومجموعه من المصريين بيتصوروا معاه، حاجه كده شبه الميكس زون اللي بتبقى في الاستادات، وده طبعا محل انتقاد كبير جدا. لكن زي ما قلت لحضرتك المهندس ايهاب الهيطه قال انه في انضباط شديد جدا في المعسكر، وان الساعتين اللي كان مسموح بيهم للاعبين ان هم يتصوروا مع اسرهم واصدقائهم موضوع التركيز والاهتمام بالمنتخب ده موضوع مهم جدا جدا في الفتره دي في مباراه حساسه زي دي، وده يمكن ان عامل قلق كبير عند الناس وما تقدرش تكمل الاتصالات اللي بتجيلنا. يعني انا مش عارف، هو التوقيت مش محله، يعني المنتخب ان شاء الله هيلعب بكره، فكان ممكن يبقى اللقاءات دي بعد المباراه يعني غالبا، خاصه وان السوابق اللي حصلت من زيارات فنانين وحاجات كده في سوابق قبل كده كانت يعني مردودها مش طيب ونتائجها مش كويسه على المنتخب، وبالتالي كان يجب انه يتم مراعاه هذا الامر. يعني الناس بدات يعني تمل من مثل هذه الزيارات، والمفروض ان المنتخب يبقى في فتره تركيز. استاذ ايمن نروح للجانب الايجابي، حضرتك كنت متواجد في تدريب منتخب مصر الاخير اليوم قبل مواجهه منتخب روسيا غدا. هل حضرتك شايف ان مستر هيكتور كوبر استقر على وجود محمد صلاح بدل مين من التشكيله اللي كانت متواجده في مباراه الاورجواي؟ بصوا حضرتك، هو احنا مسموح لنا ب 15 دقيقة فقط
من بدايه التدريب وفقا للرولز اللي حضرتها الفيفا. طبعا حضرتك عارف. طبعا وطبعا في تشديد يعني قوي جدا على الحضور والتحرك وكل شيء من هذا الكلام، وبيتم متابعته بشكل كبير من جانب مسؤولين في الفيفا وفي الامن بتاع الاستاد. تمام. فانت ما بتقدرش تميز مين اللي هيلعب، لانه غالبا 15 دقيقه دول بيكونوا فتره الاحماء الاولى للاعبين. لكن اللي اكد عليه هيكتور كوبر انه محمد صلاح جاهز وانه هيلعب، وقال ان هو كان جاهز من قبل مباراه اورجواي، ولكن تم الفحص الطبي عليه قبل بدايه المباراه، وده اللي خلاه يعني ما يشركوش. قال انه محمد صلاح كلاعب كبير مهم جدا، ولكن مش هو كل الفرقه، هو طبعا لاعب بيبقى فيه يعني مسار اهتمام وبيأثر على اللاعبين الآخرين في الفرق الأخرى، ولكن اللي عايز يشتغل كمدرب لازم يشتغل على أنه في 10 لاعبين آخرين موجودين في الملعب. هو كمان اتكلم النهارده في المؤتمر الصحفي على حكايه الدفاع، ان هو دايما بيلعب مدافع، ان مفيش هجوم، ان منتخب مصر دائما ما بيركز على الدفاع. قال انه احنا مش بنركز على الدفاع، احنا بنلعب باستراتيجيه تتناسب مع المنتخب المصري وادائه وطبيعه لعبته، انه الاستراتيجيه دي هي متوازنه ما بين الدفاع والهجوم. احنا مش بنهاجمش بس احنا بتنقصنا اللمسه الاخيره. قال احنا بنصنع فرص لكن اللمسه الاخيره اللي بتجيب الهدف هي دي اللي عندنا مشكله فيها، واحنا بنحاول نعالج هذه المشاكل. حاولنا الايام اللي فاتت كان قدام اورجواي صنعنا فرص لكن اللمسه الاخيره ما كانتش جيده، عندنا اخطاء. وقال انا عندي اخطاء زي اي شان كل البشر، واللاعبين بيبقى عندهم اخطاء، واللاعبين بيبقى كلهم اخطاء، بيبقى عندهم برضو اخطاء، لكن احنا بنحاول نعالج هذه الاخطاء. فهو ده كل ما دار في المعسكر او جانب كبير من اللي دار قصدي في المؤتمر الصحفي. يعني اخيرا استاذ ايمن، عايز اسال حضرتك على الجمهور والتواجد اللي هيكون موجود ان شاء الله في مباراه بكره. طمنا بقى على الجمهور المصري اللي متواجد في مدينه سان بطرسبرغ، وكمان كان في اكثر من رحله يعني تم الاقلاع بيها امبارح ومفروض ان هي وصلت. هل بقى يعني طمنا على التواجد التواجد المصري؟ اللي عايز اقول لحضرتك انه في عدد كبير جدا من الجماهير المصريه جايه خصيصا عشان هذه المباراه، لانها بتقام زي ما قلت لحضرتك في مدينه محوريه، مدينه تجاريه، مدينه سياحيه، ففي عدد كبير جدا من الجماهير. التذاكر بتاعه هذه المباراه اللي كانت مخصصه للاتحاد حوالي 700 تذكره كلها تقريبا نفذت دي في المرحله الثانيه. المرحله الاولى كان الحجز ريزرفيشن عن طريق الموقع الفيفا، وكانت دي مباشره. اللي جت للاتحاد 700 تذكره، 500 درجه اولى، كان سعر الواحده فيها 210 دولار، الدرجه الثانيه 165 دولار، والدرجه الثالثه 110 دولار. دول نفذوا بالكامل. كان كلام يعني الدكتور حاتم سرور اللي هو مسؤول الموضوع ده كان بيعمله تحت اشراف الدكتور كرم كله. التذاكر بقى اللي هي متاخده من شركات سياحه، وزي ما حضرتك بتقول في يعني الشركه الوطنيه للطيران اعلنت انها نقلت اكثر من 1750 راكب في خلال الفتره الماضيه لهذه المباراه او لمدينه سان بطرسبرغ. فاعتقد ان الجماهير هنا هتبقى بكثافه كبيره جدا جدا، ويمكن احنا شفنا المباراه الماضيه كان في جمهور كبير الحقيقه، المصريين هنا الحقيقه كتير، والعرب وكلهم بيأملوا الحقيقه. اخواننا المغاربه موجودين، واحنا قابلنا ناس كتير جدا منهم بالامس، وكلهم بيشجعوا مصر، كلهم بيشعروا بالتقدير الشديد جدا جدا لمصر والموقفها المساند للملف المغربي في التصويت في سباق استضافه المونديال 2026. صحيح المغرب لم يحالفها التوفيق، ولكن مصر كان موقفها ثابت ومعلن ومساند للاشقاء في المغرب. فهنا في يعني تشجيع كبير جدا، كل حد من
أصدقائنا أخواتنا المغاربة، يؤكد أنه هو حيشجع منتخب مصر، وطبعا نجمه الكبير محمد صلاح. أستاذ أيمن بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وتكلمنا باستفاضة عن رأيك في مباراة بكرة، وأيضا عن الأزمة اللي موجودة في معسكر المنتخب. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر بكرة، وكل الكلام ده ما يكونش بيأثر ولا يأثر على منتخب مصر في مباراة روسيا صاحبة الأرض والجمهور، واللي كمان هتكون يعني مباراة من يعني هي أهم مباراة في المجموعة. منتخب مصر إن شاء الله فاز وكسب، نبدأ نستعد لمباراة السعودية، ونبدأ ان احنا نفكر في دور ال 16. ان شاء الله ربنا يكرم منتخب مصر ولاعيبة منتخب مصر والجهاز الفني والإداري. يعني لسه مكملين مع حضراتكم في فقرة على الهاتف من روسيا، وهيبقى معانا كمان مداخلات اكتر. يمكن استاذ ايمن لما سالناه على الازمه قال ان هو كان متواجد في تدريبات المنتخب، فبالتالي ما كانش موجود، لكنه يمكن شاف زيه زينا بعض الصور وبعض الفيديوهات اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا واللي اثارت غضب الجمهور المصري. يعني خلونا نتفق على حاجه، ان يعني ما فيش مشكله ان كل ان اي حد عايز يسافر يسافر، ان اي حد عايز يروح يشجع منتخب مصر ما فيش اي مشكله، كل واحد حر. لكن الناس او الجمهور او لما حد بيجي بيتكلم بيقول احنا مش عايزين حاجه تاثر على منتخب مصر، منتخب مصر خسر في المباراه الاولى ومحتاج بعض التركيز والهدوء الشديد في المعسكر وفي الاجواء المحيطه بسبب يعني وجود مباراه مهمه هي روسيا. احنا عارفين ان الجمهور المصري والشعب المصري، انا فخور ان انا فعلا واحد منهم، لكن يعني هنقطع الكلام على المنتخب المصري ونروح لواحد من اهم اللاعبين في تاريخ تونس، كابتن راضي الجعيدي اللي موجود حاليا معانا على التليفون. كابتن راضي، السلام عليكم كابتن عمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب، و اهلا بيك على قناه النادي عم. الاهلي. عايشك كل عام حياه بخير، وان شاء الله المتفرجين حياه بخير، وان شاء الله مشجعي الاهلي حياه بخير ان شاء الله. كابتن راضي، اكيد طبعا حضرتك كنت واحد من نجوم المنتخب التونسي اللي شارك كتير جدا مع المنتخب التونسي على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد الدولي في المونديال، لكن عايز اعرف راي حضرتك في مباراه منتخب انجلترا ومنتخب تونس، وإيه سبب عدم تركيز المنتخبات العربية في آخر وقت من المباراة؟ والله هو هي مشكلة يعني كبيرة بالنسبة لينا، هي مشكلة لازمنا نعالجها في أسرع وقت. منتخب الكل نبدأ من الآخر، نبدأ بالآخر، هو يعني عدم التركيز. عدم التركيز هذا يجي من حاجة هي ممكن الاولاد يتعبوا في اخر المقابله، يعني بدنيا ما نجموش يتعاملوا مع سرعه المقابله، ويعني قله التركيز بالنسبه لي انا، لانه بحكم اخر الموسم اللاعبين ممكن لعبوا اكثر مقابلات على طول الموسم، يعني في ارهاق ممكن حتى نفسانيا في ارهاق، والضغط النفساني في المقابله كما مقابلات كاس العالم هيش يعني حاجه صغيره. هل حضرتك شايف، طبعا حضرتك لعبت في الدوري الانجليزي وحاليا حضرتك يعني مقيم في انجلترا، لكن عايز اعرف راي حضرتك، هل المنتخب الانجليزي هو المنتخب القوي اللي احنا كنا منتظرين منه المستوى الجيد، ولا سوء التوفيق اللي بيحالف المنتخبات العربيه كان سبب في خساره منتخب تونس 2-1 من المنتخب الانجليزي؟ وبالنسبة لي أنا ما شفتش المنتخب الإنجليزي اللي يستغروا فيه. المنتخب الإنجليزي ممكن دخل المقابلة بقوة، يعني 15 دقيقة 20 دقيقة الأولى كان فيها خطير وخلق فرص كان ينجم يسجلها ضد المنتخب التونسي، لكن ما سجل إلا فرصة واحدة وخلانا في المقابلة. الحاجة اللي صارت لنا يعني الحاجة الإيجابية اللي صارت للمنتخب التونسي هو رجع في المقابلة وأعطانا الحكم ضربة جزاء اللي هي خلت يعني المعنويات المنتخب التونسي تكون مرتفعه وترجع في المقابله. لكن بالنسبه لي نقطه الاستفهام هي في الشوط الثاني لما المنتخب الانجليزي ضعف في تخريج الكره وكان يعني بطيء في تخريج الكره، وكان حتى
لاعبين المنتخب الانجليزي تعبوا ظاهر، معناته كان واضح المنتخب الانجليزي ما عادش نجموا يجلوا. المنتخب التونسي لم يستغل هذه الفرصه، معناته كنا مندافعوا وندافعوا وندافعوا. بون حتى ولو نحن بدنا اللي ندافعوا، لكن ما نجيوش في 15 دقيقه الاخرانيه ونعطيه يعني، ولا حتى اكثر من 15 دقيقه الاخرانيه، يعني 5 دقائق الاخرانيه نعطيه هدف اللي هو قتل امال بالنسبه لي انا العرب الكل وثالثه خاصه، لانه كانت المقابله كانت نجم توصل الى توفى 1-1 وتكون بنتيجه ايجابيه. وإذا فكرنا في نفس السيناريو نتاع المغرب والسيناريو نتاع بالطبع مصر طبعا يعني مشكل، المشكل لازم حله. يعني كابتن رولي عايز اسال حضرتك، هل شايف فرص تونس بعد طبعا تفريطه في نقطه مهمه جدا لسه مستمره امام بلجيكا وبنما، وهل هو قادر على صعوده لدور 16؟ بالنسبه لي كانت عندنا فرصه يعني نقطه من مقابله الليله كانت نجم تعطينا يعني فرصه ترشح، لكن توا صعبة شويه لانه بلجيكا عنده 3 نقاط، انجلترا عنده 3 نقاط، نلعب ضد منتخب بلجيكي ممكن اقوى من المنتخب الانجليزي، شفناه تفرجنا فيه اليوم خاصه في الشوط الثاني مظبوط ضد بنما، وشفنا العناصر يعني البلجيكيه حتى بدنيا اقوى، عندهم لوكاكو فهمت اللي هو كيفن دي بروين، عندهم لوكاكو يعني سجل طبعا، عندهم اسماء كبيره جدا بالطبع، يعني مقابله البلجيكا بتكون اصعب. نحن يلزمنا منتخب كمنتخب تونسي يلزمنا تكون يعني اتفاقه صغيره، لانه الحقيقه لعبنا شويه ضد منتخب انجليزي اظهرنا اللي ما فيش الخوف، لعبنا خرجنا بالكوره من العمق من دفاع العمق وخرجنا ساهل الوسط، لكن ضيعنا شفنا يعني النقطه الوحيده اللي المنتخب التونسي هو ما فيش شكون يسجل اهداف، ما فيش يعني التمريره الاخيره والفينش الاخرانيه كانت مش موجوده، مع ما خلقناش فرص يعني كبار على غرار التوزيع العرضيه اللي صارت في اللي دخلنا فيها البنالتي، بس ما شفتش يعني منتخب خطير تونسي في الهجوم. كابتن راضي اكيد لازم اسال حضرتك على مواجهه مصر مع منتخب روسيا غدا ان شاء الله، يعني هل منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب روسيا صاحب الارض والجمهور، ولا عند حضرتك وجهه نظر؟ بطبيعة انا حسب رايي يعني المباراه اللي عداها المنتخب المصري المباراه الاولى مباراه كانت مزيانه كما يقولوا في تونس، يعني المنتخب المصري قام بها قام بكل شيء، ما كانش يعني عنده يعني الحظ يتعادل او يربح في المقابله هذيك، لكن بالنسبه لي فرص المنتخب الروسي ضد السعوديه ما كانش منتخب قوي، ممكن بالعكس المنتخب السعودي كان ضعيف، يعني 5 اهداف ما تعطيناش يعني فكره كبيره على المنتخب الروسي، نشوف المنتخب الروسي ضد مصر لانه مصر اقوى، فيه يعني بالانس في المنتخب المصري، وان شاء الله ممكن محمد صلاح يرجع للمنتخب ويكون يعني ثقله كبير على الدفاع الروسي اللي هو كان نوعا ما يعني منهك ويعمل اغلاط. كابتن راضي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واكيد طبعا اتكلمنا على منتخب تونس وان شاء الله تكون موجود معايا في اكثر من حلقه. طبعا كابتن راضي الجعايدي يعني للي مش عارف، كابتن راضي الجعايدي ده واحد من نجوم تونس، واحد لاعب في الدوري الانجليزي في بولتون في بيرمنغهام في ساوثهامبتون، لعب 3 كاس عالم، حاليا هو بيشغل منصب مساعد او المدرب لفريق ساوثهامبتون تحت 23 سنه، فبنتكلم في واحد تاريخ، واحد رايه اكيد مهم جدا، اتكلم على منتخب انجلترا في مواجهته امام منتخب تونس، والراجل اتكلم بكل عقلانيه، اتكلم على نقطة مهمة جدا وهي مشكلة العرب اللي اتقررت في 3 مباريات، وهو عدم التركيز لحد آخر دقيقة، لحد آخر دقيقة لابد من ان كل اللاعبين يعني
يبقى عندها وعي، يبقى عندها تركيز. المباراة مش بتنتهي غير بصفارات الحكم. اللاعب العربي عنده شوية استعجال، استعجال ان هو خلاص دخل في الدقيقة 90، خلاص الأربع دقايق أو الثلاث دقايق أو دي أول دقيقتين اللي بتحسبوا وقت بدل ضايع هيمروا بسرعة، ما يعرفش إن ممكن الدنيا تقوم وتقعد في أقل من ثانية، وده اللي حصل مع منتخب المغرب ومنتخب مصر ومنتخب تونس. منتخب المغرب فرط في تعادل مهم جدا كان يعني يديله فرصة، لكن وجود منتخبين أقوياء زي البرتغال وأسبانيا بيصعبوا من طبعا بيصعبوا عليه من مشكلته يعني من تأهله. احنا بنتكلم على المغرب، معانا ايضا واحد من نجوم المنتخب المغربي اللي شارك في كأس العالم 94، الكابتن احمد البهجة. برحب بحضرتك يا كابتن احمد. اهلا بالسلامة، كتير الحمد لله. كابتن احمد طبعا برحب بحضرتك على قناة الاهلي، لكن عايز اعرف رأي حضرتك في طبعا منتخب المغرب و أداءه أمام المنتخب الإيراني، وهل فعلا هي مشكلة أن اللاعب العربي مش بيعرف يركز لحد آخر وقت من المباراة ولحد صفارة نهاية الحكم؟ هذا المشكل. احنا يعني كل العرب في المشكلة هذا، خاصة هذاك الشيء ما كناش نتعلموه من ناشئين ومن يعني وحنا طالعين وحنا غادي حتى نوصلوا للقسم الأول. يعني ما تركزوش في مباريات كذي، تبدا في الاول يعني متحمس وبسيط، ولما تشوف الكوره من الجنب ولا تشوف من يعني من احدى البارات يعني تفقدوا هذاك التركيز. يعني هل حضرتك شايف ان بعد منتخب المغرب ما خسر من منتخب ايران، عايز اعرف راي حضرتك في فرص منتخب المغرب امام منتخب اسبانيا وامام منتخب البرتغال؟ والله كنت فزنا في المباراه الاولى كان يكون عندنا حظ قوي، ولكن احنا دوكا فاز علينا ايران وتقابل بطل اوروبا وبعدين تقابل بطل العالم، يعني صعب 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 قوي باش يدوز المغرب الدور الثاني. يعني ما لو فزنا المباراه الاولى كنا نكون متحمسين ونكونوا واحد يعني واحد دافع على ذاك الانتصار الاول، ولكن فزنا المباراه الاولى خلاص يعني البرتغال ما غادي يسمح لك باش تفوز عليها ولا تجيب معها نتيجه يعني مع البرتغال. طبعا عايز اعرف راي حضرتك يعني اخيرا في منتخب مصر، منتخب مصر عنده مباراه مهمه جدا امام المنتخب الروسي، هل حضرتك شايف منتخب مصر ومستواه قادرين ان شاء الله على الفوز ضد منتخب روسيا؟ والله صراحه منتخب مصر يعني تاسفت عليه في المباراه الاولى اللي هو كان مقدم يعني واحد المستوى رائع، ويعني كان مقدم يعني روح في الملعب ويعني وكانوا عايزين النتيجه، واخا يعني قدامهم اثنين راس حربه من احسن راس حربه في العالم يعني كسواريز وك انا كابانو يعني وقاوموا معاهم لولا الغلطه اللي كانت في الاخر، كان الاقل شيء هو المنتخب المصري يخرج بنتيجه التعادل. يعني واخا صلاح ما موجود معهم، ولكن الفريق المصري زعما يعني بدون صلاح كانوا في المستوى وكانوا يعني ما عندهمش يعني ما اثرش عليهم يعني صلاح في المباراه، يعني لاعبين في مستوى رائع وتغطيه في الوقت ويعني وتهاجموا ويدافعوا يعني الحظ اللي ما كانش معاهم في هذه المباراه، ولكن انا مرشحهم ان شاء الله في الماتش ديال روسيا باش غادي يفوزوا ان شاء الله ويفوزوا المباراه الثانيه ويدوزوا للدور الثاني، خاطر انا تونس والمغرب وتونس ومصر هما اللي مرشح للدور الثاني، واخا الهزيمه ديال تونس يعني ولكن احمد الباجة يعني كلامهم على منتخب مصر كلام طيب جدا، كلام مبشر. ان شاء الله يا رب يكون في
تفاؤل وامل في مباراه بكره، وزي ما احنا عارفين دول لعيبه كره قدم وناس لعبوا في يعني ناس لعبوا في بطولات عالم، فبالتالي هم عندهم خبره، من خبرتهم هم شايفين ان منتخب مصر طبعا اكيد يعني ما كانش يستحق انه يخسر في المباراه الاولى، لكن هو ده حال كره القدم. وهم بيتكلموا كابتن مرادي كمان اتكلم، وعايز اعلق على كلامه انه اتكلم زي ما كل المحللين وكل الجمهور ما شايف، ان منتخب روسيا فاز 5 أهداف بسبب ضعف المنتخب السعودي وبسبب الحلقة الفنية السيئة اللي كان فيها المنتخب السعودي، مش يعني مش بتكتيك عالي قوي ولا بمستوى فني رائع، لكن طبعا روسيا قوية عندها بعض العناصر المهمة اللي هنتكلم فيها مع طبعا الأستاذ أيمن في فقرة ضيف، ولا اكيد هنتكلم فيها فنيا اكتر على منتخب مصر ومنتخب روسيا، لكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب. زي ما قلت لحضراتكم كان يعني معانا مداخلات مهمه جدا، وكان لازم احنا نعرف يعني سواء من الاستاذ ايمن او من الكابتن راضي او من الكابتن احمد يعني رايهم العام في المنتخبات العربيه، وكابتن احمد على فكره اتكلم ممكن يكون اللهجه المغربيه شويه مش مفهومه، لكن اكيد يعني بعض الكلمات اللي احنا سمعناها يعني معظم الكلام فهمناه او مجمله، اتكلم وقال ان فعلا هي مشكله يعني بتواجه اللاعب العربي من الصغر، وهي عدم التركيز لآخر وقت من المباراة، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لازم لاعب كرة القدم يبقى عارف انه يعني لحد آخر وقت من المباراة لازم يكون في قمة تركيزه. طيب نروح لفصل سريع ونرجع فيها مع حضراتكم ونبدأ معاكم فقرتنا الرابعة وهي حكاوي المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم في المونديال، وفقرتنا الرابعه هي حكاوي المونديال. حكاوي المونديال اخترنا النهارده موضوع يعني هي صدفه او عدم توفيق، دايما اللي بياخد بطوله كاس العالم مش بيوفق في اول مباراه افتتاحيه في كاس العالم اللي بعديه. يعني شفنا المانيا حامل اللقب بتخسر من المكسيك 1-0 في اولى مبارياته الافتتاحيه في بطوله كاس عالم روسيا 2018. ايطاليا بطل 2006 في 2010 بتتعادل مع باراغواي 1-1، واسبانيا بطل 2010 بتخسر في 2014 من هولندا 5-1، نتيجه كانت كبيره جدا وكانت سبب في يعني سقوط جيل او معظم الجيل اللي موجود في اسبانيا. اكيد طبعا شفنا اسبانيا دلوقتي حصل لها تطور بعض الشيء في اللعيبه اللي موجوده وكمان في القياده الفنيه. المانيا زي ما احنا قلنا بطلت 2014، خسرت في 2018 من المكسيك بنتيجه 1-0، وفرنسا بطل كاس العالم 98 بتخسر في 2002 من السنغال بنتيجة 1-0. أما البرازيل بطل 2002 خرج من ربع النهائي طبعا في أمام فرنسا، لكن واضح أن يعني في مشكلة لحامل اللقب، دايما بيكون عنده عقدة في أولى مبارياته، ممكن تكون بقى ثقة زائدة، ممكن تكون لعنة، ممكن تكون نحس، ممكن تكون حاجات كتيرة جدا جدا، لكن اخترنا لحضراتكم في حكاوي المونديال أن هو يكون التوبيك أو الموضوع اللي بنتكلم عليه، وهو النحس اللي بيطارد بطل العالم في المباراة الافتتاحية ليه في نسخة كاس العالم اللي بتكون بعد ما بيحقق اللقب. لسه هنشوف مين اللي هيحقق لقب كاس العالم في النسخة الحالية، وهنشوف بقى هل النسخة اللي جاية لو لينا نصيب وعشنا هيقدر ان هو يفك النحس ولا لا، ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله كمان 4 سنين لو عشنا ان شاء الله. يعني هنروح بقى مع حضراتكم لفقرة يمكن محببة لكل الجمهور الاهلاوي، وهي ان احنا بنختار لحضراتكم لاعب اهلاوي شارك في مونديال ايطاليا 34 او ايطاليا 90، وبالتالي اخترنا لحضراتكم او نجمنا لاعب اللي هنشوفه وهنسمع عنه تقرير علشان نستعرض فيه تاريخه في المونديال، هو الكابتن احمد شوبير كابتن مصر كابتن النادي الاهلي، يعني ايوب الكره المصريه اللي شارك في كاس العالم 90، شارك امام هولندا، شارك امام ايرلندا، وشارك في طبعا امام انجلترا. هولندا دخل فيه هدف، ايرلندا حافظ على نظافه شباكه، وانجلترا دخل فيه هدف، لكن كابتن احمد شوبير اكيد طبعا يعني من افضل حراس المرمى اللي جم في تاريخ مصر، واكيد يعني اللي عاصر الكابتن احمد شوبير وهو بيلعب وشافه اكيد عارف، عشان كده هنروح نشوف ونسمع تقرير عن اهلاوي في المونديال والكابتن احمد شوبير، ونرجع نكمل مع حضراتكم في المونديال في الشارع. وتتلعب ليه؟ وخلاص شوبير، برافو شوبير قدام
دكتور زبير. ولد وزبير وبرافو زبير. بيلعب ماتش كبير قوي احمد زبير. احمد شوبير حامل لواء حراسة مرمى منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، فبعد مصطفى كامل منصور حارس مرمى الأهلي والفراعنة في مونديال عام 1934، جاء الدور على شوبير ليواصل الأهلي سيطرته على حراسة عرين المنتخب الوطني في المحافل الكبرى. شارك أحمد شوبير بشكل أساسي في حراسة مرمى منتخب مصر بمرحلة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 90، وحتى المباراة الفاصلة أمام المنتخب الجزائري ذهابا وإنا. اختاره الراحل محمود الجوهري ليحرس مرمى المنتخب في نهائيات كأس العالم بإيطاليا طوال 3 مباريات خاضها الفراعنة في دور المجموعات أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا. تألق شوبير وأنقذ مرمى منتخب مصر من أهداف محققة أمام أيرلندا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، وظهر بمستوى طيب أمام هولندا وقاد الفراعنة لتعادل بهدف لمثله، وتلقت شباكه هدفا وحيدا أمام إنجلترا ليؤكد سيطرة النادي الأهلي على حراسة مرمى الفراعنة في كأس العالم. اهلا بحضراتكم من جديد، وتابعنا معاكم اهلاوي في المونديال والكابتن احمد شوبير. مكملين معاكم لكن المره دي في المونديال في الشارع، وبننزل الشارع وبنسال الجمهور المصري وبنشاركه معانا في ارائه عن كاس العالم. بيبقى فيه يعني موضوعات مختلفه، فبالتالي معانا 3 تقارير. هنبدا باول تقرير، واكيد عوده محمد صلاح وان شاء الله يشارك في مباراه روسيا. فنزلنا سالنا الجمهور عن رايه في اشراك محمد صلاح امام روسيا وعودته، هل هي ان شاء الله هتكون نقطه فارقه مع المنتخب ولا لا. علشان كده هنروح ونتابع التقرير مع الجمهور ونرجع نكمل مع حضراتكم. انه هيلعب في الشوط الثاني جزء من الشوط الثاني لحسم المباراه، لكن انا مش شايفه ان روسيا بالشبح المخيف. لا روسيا بس لسوء نادي لسوء السعوديه لسوء الفريق المنتخب السعودي ادى الفرصه لروسيا، لكن احنا لو ركزنا لا روسيا ممكن قوي نتخطاها ان شاء الله. احنا سمعنا ان محمد صلاح القرار مش بتاعنا، وسمعنا ان محمد صلاح القرار بتاعنا. اللي انا عايز اقوله لك انه الدوافع اللي عندنا ان شاء الله ان شاء الله محتاجه محمد صلاح. يعني محمد صلاح لازم يبقى موجود ايا كان بقى، اذا كان بنقدر ننزله او ما ننزلوش، بس محمد صلاح لازم يبقى موجود. حبيبي ربنا يحميه يا رب ويحافظ عليه من اي شر من اي حته. المهم اهم حاجه عندنا اهم واحد صحته الاول، وبعد كده هو يلعب، بس ان شاء الله هيلعب باذن الله وهنكسب ان شاء الله. انا شايفه بقى ان محمد صلاح هو يعني هو مشكلتنا احنا كانت في اخر وقت، يعني هو دايما فريقنا في اخر وقت بيستهون بالوقت، فعشان كده احنا دخل فينا جول. مش اول مره طبعا تحصل، بس هو محمد صلاح طبعا ربنا يوفقه، واكيد هو لو كان في يعني صحته كانت تسمح ان هو يشارك اكيد كان الكابتن نزله يعني، بس ان شاء الله باذن الله في الماتش الجاي ان شاء الله يكون احسن. المستوى المشرف اللي احنا ظهرنا بيه في ماتش اورجواي، اللعيبه المجهود الجبار اللي بذلته، الحظ السيء ان في اخر دقيقه يجي في الجون. من غير كل ده، من غير محمد صلاح، انا بحب محمد صلاح جدا وعارف ان هو ليه دور كبير جدا، بس الاولاد اثبتوا ان احنا ممكن منتخب جماعي. الماتش الجاي يعني نتمنى ان محمد ينضم للفريق ويبقى اضافه قويه، انما الولاد خلاص حطوا ايديهم على الطموح وبعدين شايفين الدنيا قريبه. المنتخب زرع في قلوبنا الثقه فيه، الاداء اللي كان في الماتش الاولاني رغم الهزيمه، انما زرع في قلوبنا ان احنا بنثق فيه دلوقتي والامل في الماتشات اللي جايه. ده من حيث المبدا. ثانيا انا متاكد ان شاء الله بدعم ربنا
ان المنتخب اذا كان صلاح هيقدر يلعب ماشي هيبقى اضافه كبيره، لكن لو ما قدرش انا واثق ان باقي الفريق رجاله وهيقدروا يحققوا المعجزه ونصعد للدور اللي بعده ان شاء الله. شفت مباراه رجوي صعبه بصراحه، بس مصر لعبت كويس جدا، الشناوي كان جامد جدا، طبعا كان نفسنا يبقى صلاح موجود بس ربنا يشفيه ان شاء الله يبقى موجود الماتش الجاي، وعامه احنا خايفين من روسيا بس ان شاء الله ربنا معانا يعني. وان شاء الله باذن الله هيشترك محمد صلاح. واحنا لعبنا ماتش قدام اورجواي كان ماتش كان كويس مش وحش، بس هو كان ينقص لينا الهداف اللي هو يقدر يخلص المباراه. وان شاء الله اشتراك محمد صلاح في ماتش روسيا ان شاء الله هيكون عامل ايجابي جدا للمنتخب، ونتوقع ان شاء الله شيء يكون في صالح المنتخب باذن الله. يعني اتوقع ان شاء الله هيشارك ماتش روسيا. ماتش اورجواي كويس جدا جدا، بس كالعاده احنا بندخل فينا جون زي الماتشات الوديه، كره ثابته وتخش جون، يعني ثلاث منتوش ورا بعض بخشوا فينا الجون ده. انا نفسي كوبر يتعلم، انت مشكلتك خلاص معروفه في حاجه واحده خد بالك منها. انا كنت متوقع ان محمد صلاح يعني ينزل حتى الشوط الثاني لو 10 دقائق الاخرانيين كانت فرقت معنا كتير. طبعا ما اعرفش درجه الاصابه بتاعته، مستر كوبر اكيد طبعا هو اضرب كده، لكن كان المصريين كلهم نفسهم محمد صلاح يشارك في المباراه دي حتى لو ربع ساعه 10 دقائق. طبعا انت عارف الجون جه في الدقيقه يعني في اخر دقيقه من المباراه، لو محمد صلاح طبعا اكيد كان نزل الشوط الثاني حتى 10 دقائق كانت هتفرق كتير جدا، حتى على الاقل كان هيتعمل له حساب في الملعب. اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد الجمهور بعد ما سالناه على وجود صلاح في مباراه روسيا، وزي ما حضراتكم شفتم وسمعتم الجمهور يعني ان شاء الله متفائل ان محمد صلاح يكون نقطه تحول لمنتخب مصر في مباراه امام روسيا. فاحنا مش هينفع ان يكون جمهور مصري موجود معانا وما نسالوش عن المنتخبات العربيه الشقيقه وفرص تاهلها في كاس العالم لدور 16، علشان كده هنروح تاني للجمهور ونسمع رايه في المنتخبات العربيه في المونديال. بس أنا شايفة أن المنتخب المصري قام بواجب كبير جدا وقام بمباراة رائعة. المنتخب المغربي برضو قام بمباراة كبيرة، بس إيران خطفت منه الفوز بلعب من عندهم من المغرب. أوكي؟ المغرب قوية، أوكي؟ ما ننكرش المغرب كفريق قوي كمنتخب. تونس لسه. بالنسبة لمصر أتمنى أن مصر تستمر في أن هي تقوي نفسها، يعني أستمر مستر كوبر يحط النقط على الحروف زي ما قلت لحضرتك في الفراودة. أمانة وبدون نفاق، مصر ثم المغرب، مصر ثم المغرب، لأن إحنا عندنا برضو إحنا لو اجتزنا حتة إن عندنا اتنين أوبشن أو اتنين دوافع جداد، محمد صلاح، الحاجة التانية الثقة بتاعتنا اللي احنا خدناها في المباراة الأولانية. الشعب المصري أصلا فرح بالأداء اللي عمله مع أورجواي، يعني أنا ما كناش متخيلين بعد اللي هم عملوه في الماتشات اللي فاتت دي كلها هنا في مصر، ما كناش متخيلين إن هم يعملوا الأداء الحلو قوي ده. ماشي، حتى لو احنا ما كسبناش بس احنا نعتبر كسبنا وحافظنا على مكانتنا. أنت شفت عملوا إيه في السعودية، فإحنا بالنسبة لنا احنا كده كسبانين والله. فيعني هم بحلهم وهم من جواهم زي ما الناس بتقول ان هم يبقوا مصدقين ان احنا هنكسب، واحنا هنكسب فعلا ان شاء الله. صفتي مصر قبل اي حاجه، مصر ان شاء الله الاول. المغرب سيئة الحظ، جون طبعا هديه زي ما بيقولوا، يعني برضه في وقت الضايع. السعوديه للاسف اقل مستوى حاليا بصراحة. اخواتنا التوانسة بعد اللقطة اللي شفتها مزعلوا على الجون اللي دخل فينا بصراحة. طبعا احنا قبل اي حاجة عرب ومنحب دايما خير للكل. ان شاء الله يبقى مصر وتونس اعتقد هيبقى ليهم دور في الدور الثاني باذن الله. المنتخبات العربية لها مستوى، بس احنا يعني للاسف بعيد يعني عن المستوى الاوروبي، لكن في اجتهاد، في جهد بيبذل، يعني اخد بال حضرتك ازاي. فان شاء الله يعني في امل بالنسبة لمصر، ممكن يكون في أمل بالنسبة لتونس،
فربنا يسهل ان شاء الله. هو اولا منتخب مصر وبعدين المغرب، لكن الباقي لا، حتى الفرق الافريقيه ادائها مهزوز. يعني امبارح نيجيريا مغلوبه 2-0 كان ادائها مهزوز جدا، وما يعني ما فيش ثقه في اللعيبه نفسها، بتلعب بدون ثقه، بدون ثقه في النفس كمان، مش مصدقين روحهم. والله انا شفت المغرب كان لعبه ماتش مش وحش، ولكن ما كانش لها حظ طبعا. ومنتخب تونس برضه مش وحش. دي المنتخبين اللي هم انا اعتقد عندهم القدره ان هم يقدروا يكملوا، لان بنشوف ان في خطه وفي كوره بتتلعب. المنتخب بتاعنا مش وحش، بس التوظيف بتاع اللعيبه بشكل او باخر هو اعتقد مش جيد، وده اللي بينقص المنتخب بتاعنا. هو الصراحه المغرب كانت كويسه جدا، وانا شايفها يعني اللعب ماتش لعبته قصاد ايران هي افضل شويه، بس مجموعتها صعبه، فلذلك احنا معانا الحظوظ، احنا اسهل منهم. والله الرؤيه لم تتضح بعد، لان طبعا المنتخب السعودي احنا فوجئنا بيه، طبعا ما كناش نتوقع كده خالص. المنتخب السعودي كنا عاملين له حساب برضه، لكن الهزيمه 5 كتير. فانا يعني وتونس طبعا ربنا يكرمها، طبعا ماتش صعب برضه، لكن حتى الان ما فيش رؤيه محدده للمنتخبات العربيه يعني، بس ربنا يكرمنا. احنا ما لناش دعوه بالمنتخبات العربيه، ربنا يكرمنا احنا. والله احنا بنتمنى مصر والسعوديه، مش عارف برضو مفاجاه بالنسبه لنا كبيره. المغرب كانت مفاجاه كبيره، ما كناش متوقعين انها تعمل، كانت متوقعين انها تعمل ماتش اكبر. طبعا فرصتها صعبه، بس كان يعني ربنا يكرم مصر ان شاء الله باذن الله. للاسف الاربعه فرصتهم ضعيفه. تونس معاها مجموعه جامده، والمغرب هزيمتها من ايران ومعها البرتغال ومعها اسبانيا في منتهى الصعوبه. مصر متوقفه على الماتش بتاع بعد بكره ان شاء الله باذن الله، او يوم الثلاث يعني بالتحديد. لو نسبه مصر لو قدرت تعدي من روسيا يبقى نسبتها نسبه 50-60% كمان تعدي باذن الله. المباريات الاولى كلها دايما ما بتبقاش مقياس للوصول للادوار الثانيه. في فرق كبيره سقطت في المباريات الاولى دايما، في حتى المباريات كاس العالم في الدورات السابقه، وبعد كده في الادوار المباريات الثانيه والثالثه بيقدر يحصل على النقاط اللي بتؤهله للدور الثاني. اهلا بحضراتكم من جديد، وسمعنا راي الجمهور المصري في المنتخبات العربية وفرصها فيها تأهل، منهم اللي قال طبعا فرص المنتخبات العربية صعبة، تونس معاها مجموعة صعبة، والمغرب معاهم أيضا مجموعة صعبة، كمان فرطوا في الفوز في أول مباراة ليهم. أما الأمل بقى يعني يبقى كل شيء ممكن وارد في كرة القدم. برضو هنكمل مع الجمهور علشان نروح معاه يعني الحتة عالمية. احنا ما ينفعش نقول رأينا في ميسي ولا رونالدو. لو قلنا راينا في ميسي ورونالدو كله هيقول بقى ده متحيزين، دول بيشجعوا برشلونه، دول بيشجعوا ريال مدريد. فاحنا عملنا حاجه حلوه جدا، ان احنا سالنا الناس على مستوى ميسي بعد ما ضيع ركله الجزاء مع منتخب الارجنتين ضد ايسلندا، وهل ميسي بيفتقد الثقه مع المنتخب الارجنتيني عكس برشلونه. هنروح نسمع راي الناس في مستوى ليونيل ميسي مع الارجنتين، نرجع نكمل مع حضراتكم. وهيكون معايا في الفقرة القادمة أيمن محمد ضيفي وضيف حضراتكم، هنتكلم في كل الوقت الباقي على تشكيل منتخب مصر بكرة وفرص تأهيل أو فرص تأهل منتخب مصر، وإزاي مستر هيكتور كوبر ممكن يبدأ التشكيل، ونقاط ضعف منتخب الروسي وأيضا نقاط القوة. نروح لآخر تقرير ونرجع أستقبل ضيفي مع حضراتكم. بص، هو ده سؤال مزمن احنا بنساله لنفسنا بقالنا سنين. ميسي مع برشلونه حاجه تانية خالص، مش هو ميسي اللي مع الارجنتين. واكتر من مره تلاحظ اعتزل دولي ورجع تاني، اعتزل دولي ورجع تاني. رونالدو يعني بيمثل المنتخب، كفه رابحه في اي وقت، بيقدر يسند بلده. لو شفت لو فكر ماتش في نهائي اوروبا السنه اللي فاتت او اللي قبلها، كان متعور وبرجل واحده وخرج وسخر الناس وخدوا البطوله. انا ما بحكمش على المنتخبات الكبيره من اول ماتش، والسي في بتاع كاس العالم قبل كده بيقول كده. عشان كده انا متوقع ان ميسي حقيقه لا منتظره ميسي ان شاء الله.
مستوى عالي جدا، فكلهم بيظهروا بشكل كويس. ولكن رولاندو لعيب فذ، لعيب له مهارات خاصة، بيقدر انه هو بيوظف المهارات بتاعته لعملية تهديف بشكل كويس، هو ده اللي بيفرق ميسي ومحمد صلاح عن رونالدو. ده فعلا يعني رونالدو هو كان بفرقة يعني 10 ومع هو 10 لوحده، ميسي كان أداؤه عادي جدا خالص، بس هو ده ضربة جزاء وده وارد يعني ما نقدرش نظلمه يعني، بس لا ما كانش أحسن حاجة، برشلونة هو أفضل يعني. والله هو ميسي يعني ما أعرفش يعني، أنا هذا السؤال ملوش إجابة عندي بصراحة، لأن أنا يعني اللي أنا متوقعه ما لقيتوش بالنسبه لميسي، هاي اللمسات بتاعته ضرب جزاء ضيعها، لا في حاجه غلط يعني، ايه هي الله اعلم، بس احنا اهم حاجه والله المعادله دي كالعاده، هو كالعاده ميسي مش زي مع برشلونه مش زي مع الارجنتين، ممكن يكون التحضير الفرقه الكلام ده، بس هو يعني كل ماتش وليبقى ليه ظروف يعني، الكاس العام اللي فات كان ميسي برضو عامل شغل كبير، كل ماتش وليه ظروف، بس هو حظه الماتش اللي فات ضرب الجزاء مستواه مش قد كده، بتبقى كل ماتش له ظروف. والله ميسي بيصادف سوء حظ غريب جدا جدا مع الارجنتين، يعني في نهائي كوبا امريكا خسر ضربات جزاء، الماتش الثاني برضو العالم خسر، فحتى امبارح برضو يعني ميسي ضيع ضربه جزاء، يبقى الله يكون في عون اللعيبه الثانيه انها تضيع ضربات جزاء يعني، فهو حظه مع منتخب الارجنتين غير مع برشلونه، بس هو ميسي نمره واحد في العالم بالنسبه لي، ميسي نمره واحد في العالم، وبرضو يعني رونالدو بيعمل طفره كبيره جدا مع منتخب البرتغال، كوني جبت 3 اجوان في ماتش واحد هاتريك يعني، وبعدين تالي كاس عالم هيهدف فيه برضه نسبه كبيره جدا جدا، وماشي كويس جدا مع البرتغال هو يعني. انا اعتقد ان هي المساله بالنسبه لميسي مساله نفسيه، اللي احنا ميسي اللي انا شفته في مباراه الارجنتين يعني مش ميسي خالص بتاع برشلونه، وميسي ضربه الجزاء بالنسبه له يعني هو مغمض ممكن يحطها في الجون، امبارح شفنا مفيش ميسي مش موجود في الملعب تقريبا، رونالدو في اخر دقيقه يقدر في الوقت يعني يجيب النقطه للبرتغال، وهو ده رونالدو اول هاتريك في كاس العالم السنه دي روسيا في اول مباراه، فطبعا لا رونالدو فارق جامد جدا، مع ان ميسي امكانياته الفنيه عاليه جدا ولاعيب حريف، بس في الارجنتين اعتقد ان اللعب الجماعي بتاع الارجنتين لا يتناسب مع ميسي بخلاف برشلونه. حضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في المونديال، وفقره الاخيره اللي بستقبل فيها ضيفي وضيف حضراتكم، معايا ايمن ده واحد من المميزين جدا في تحليل الاداء طبعا في موقع الكوره، وهو موجود معانا علشان نتكلم بشكل عام على مباراه مصر وروسيا. احنا ممكن يكون كلنا عارفين مصر هتلعب ازاي، لكن مش عارفين روسيا، فاحنا انا وايمن ان شاء الله نتكلم مع حضراتكم في الاداء الفني لمباراه بكره. ايمن مرحب بيك. عمر مساء الخير، ازيك اخبارك ايه؟ مبسوط جدا ان انا موجود معاك طبعا النهارده، وسعيد ان انا رجعت تاني لقناه الاهلي ومتواجد فيها كضيف معاك ان شاء الله. اكيد طبعا بيتك ومكانك، ويعني في البدايه بقى يعني كالعاده يعني انا اي حد بيجي لي بساله على رايه في كاس العالم بصفه عامه، رايك في بطوله كاس العالم روسيا 2018؟ مونديال هو الافضل، مونديال هو الافضل، بيذكرنا بالمونديالات الافضل على مدار التاريخ، مونديال 82، مونديال 86، مونديال 70، دي المونديالات اللي دايما عامله زي او حاطه انطباع. 98 لا يعني 98 مونديال حلو طبعا، بس احنا بنتكلم على المونديالات اللي احنا شفنا فيها كره قدم حقيقيه، كره قدم فيها متعه، فيها اثاره، فيها اهداف حلوه، فيها تنوع خططي، من ايام 70، من ايام بيليه، ومن ايام مباراه القرن، مباراة إيطاليا وألمانيا اللي انتهت 4-3، المباراة الشهيرة، مباراة إيطاليا حتى والبرازيل في النهاية 4-1،
مباريات كتير جدا، تصدي القرن جوردن بانكس اللي لغايه دلوقتي بنتكلم عنه، هدف احلى هدف في كاس العالم بشكل جماعي، الهدف اللي جابه كارلوس البرتو برضو في سنه 70، الكره المشهوره والهدف المشهور لبيليه في مرمى الاوروغواي اللي هو رقص الحارس وساب الكره تعدي وبعد كده راح جابها جون. يعني كان مونديال كان رائع، يعني بنتكلم في كره القدم بنتكلم طبعا على الذاكره والنوستالجيا، بنتكلم كان مونديال رائع. نيجي على المونديال 82 في اشبيليه واسبانيا، بنتكلم على احلى مباراه من احلى المباريات، كانت فرنسا والمانيا في السيمي فاينال. بنتكلم على مفاجات ايطاليا، برغم ان احنا بنتكلم دايما عن ان الكره الايطاليه هي كره دفاعيه، كان فيها جزء هجومي، كان انطونيو بيروتزوت كان بيلعب ب 5 2 3 في الوقت ده، وكان كان شكل مختلف للكره الايطاليه في الوقت ده. نتكلم على طبعا على سقراطس وزيكو وبيلي وداير الداير، واللعيبه كانت عظام جدا في المنتخب البرازيلي، والاهداف الجميله اللي احنا شفناها حتى في رينالد سيف في المنتخب السوفيتي السابق. وبنتكلم على مارادونا في 86، بنتكلم على اهدافه في انجلترا او حتى اهدافه في بلجيكا، بنتكلم على المنتخب السوفيتي برضو قدام بلجيكا، كان منتخب ايطاليا باولو روسي بلانوف. وطبعا باولو روسي طبعا في 82، بنتكلم في ميشيل بلاتيني. ميشيل بلاتيني يعني انا ما شفتش طبعا، لكن انا يمكن صغير في السن ما تابعتش، يمكن اول كاس عالم احضره كان 94 بالنسبه لي، كان لحقت فيه مارادونا، كانت اخر بطوله لمارادونا يلعبها مع منتخب الارجنتين. طبعا كان موجود روماريو بابيتو، يعني كاس والنهائي لما باجيو ضيع ضربه الجزاء، لكن اكيد تابعت. فانت اكيد يعني ممكن تكون اكيد ملم بالاحداث كاس العالم. انا بتكلم فالمتعه، انا بكلمك على المتعه اللي حصلت في 82 وفي 86 حتى على مستوى المفاجات. بنتكلم على المغرب اللي بتتعادل في ماتشين في اول ماتشين، وبتيجي في الماتش النهائي او في الماتش الاخير قدام البرتغال، اللي بالمناسبه في الوقت ده كان بيلعب فيه اثنين مدربين حضروا في الزمالك، ان هو اللي هو كان جيمي باتشيكو واناسيو، الاثنين كانوا بيلعبوا في المنتخب البرتغالي في الوقت دوت، والبرتغال اتغلبت من المغرب 3-1. فكان في مفاجآت وكان في متعه طبعا، وكان في احداث كتير جدا مشوقه في البطوله ديت، وكان في اثاره كبيره جدا في موضوع ضربات الجزاء اللي كان حتى ما بين فرنسا والبرازيل. فانت كان عندك متعه، وكان عندك شكل مختلف، كان عندك كره مختلفه. قبل ما زياده التعقيدات، احنا عارفين طبعا برضو دي مناسبه حاجه مهمه جدا نحاول نقول للساده المشاهدين فيها، ان كاس العالم ايطاليا 90 واليورو 92 وحتى في كاس العالم 94 كان الشكل الدفاعي هو السائد في الكره، وبسببه تم تغيير قانون الفيفا. قانون الفيفا ما اتغيرش بسبب الطرفه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو كابتن هشام ياكل وكابتن احمد شوبير. لا، ما كانش كده، كان بسبب بونير الحارس الايرلندي اللي كان بيستحوذ كتير على الكره في المباراه ديت وفي مباريات كتير جدا في كاس العالم، وكان معدل التهديف اللي موجود في البطوله دي كان قليل جدا. حصل نفس الامر، منتخب مصر كان بيرفع اوفرات لكابتن احمد شوبير في مباراه مصر. بعد ركزت، لو انت ركزت رجعت اتفرجت في الماتش هتلاقي ان احنا كان لينا فرص تهديف، يعني كان منتخب ايرلندي ليه فرص تهديف وانت كان ليك فرص تهديف، بس الوقت السائد انت كنت تلعب 5-3-2، انت لعبتها مع كابتن محمود الجواري الله يرحمه 5-4-1. في المباراه ديت انت حصل فيها يعني حصل فيها طبعا كان في شويه تضييع وقت، لكن انت كان عندك منتخب الدنمارك في البطوله 92 كان بمجرد ما بياخد الكره عشان يحافظ على التقدم بتاعه في الفاينل كان بياخد الكره يرجعها لورا، اول ما تيجي تحس ان في ضغط عليك من المنتخب الالماني كنت بترجع الكره ورا. فبناء عليه الاتحاد الدولي قرر ان هو طبعاً ياخد القرار ده. فده ما كانش ليه علاقه بس بالطول 90، لا كان ليه طول 90 و92 وحتى في 94 برده كان الشكل فيه برده بيميل الى الدفاع. في 90 كان في حاجه اشاعه ظهرت او في كلام كان بيتقال ساعتها ان الاتحاد الدولي هدد الارجنتين والمنتخب الالماني انهم لو لجأوا للتعادل او وصل المباراه عندهم التعادل السلبي ان هم مش هيلعبوا ضربات جزاء وهيعيدوا المباراه. يعني شوفوا وصل ساعتها الكلام او الحديث ساعتها ان احنا كنا وصلنا في 90 وفي 94 الموضوع برده كان فيه نوع من انواع السلبيه. بنتكلم على 98 و2002 و2006 و2010 وحتى 2014 الكره ابتدت تتطور شيئا فشيئا، كان عندنا نقص في المهارات شويه وكان في التزام او في التزام تكتيكي بيحد شويه من المهارات، لكن احنا بنتكلم في البطوله ديت لا المهارات واضحه بقوه. حتى نيمار يعني حتى ابتدى يلعب برغم ان هو بنتكلم حتى على تحليل كرة القدم أو في فكرة الجماعية وممكن يكون مستهتر شوية، بس بيحاول يديك لمحة، رونالدو بيحاول يديك لمحة، الفرق فيها تحرر شوية، في رغبة كلهم في الهجوم. يعني حتى بنما النهاردة أمام منتخب بلجيكي صحيح ما قدمتش شكل طبعاً هجومي عظيم، بس حاولت، يعني كان في محاولات كانت ممكن تتقدم في الشوط الاول، كان في كره ليهم في اخر الشوط الاول كان ممكن تقدموا فيها. فكل الفرق بتهاجم وبتحاول تقدم شكل هجومي، الوحيد بس اللي ظهر بمستوى يعني بعيد جدا عن مستوى كاس العالم كان المنتخب السعودي، هو كان الاقل لغايه دلوقتي في كل الفرق اللي احنا شفناها. وبعده يجي المنتخب المصري شويه، يعني احنا بنتكلم برضو المنتخب المصري ما قدمش الشكل الهجومي. احنا طبيعي، احنا انت بتتكلم يعني طبيعي في ارقام وفي
يمكن شكل احنا شايفينه، فبالتالي زي ما انت ما بتقول يمكن المنتخب المصري ما كانش ليه يعني ما كانش ليه شكل هجومي قوي، لكن في الحته التكتيكيه والحته الدفاعيه منتخب مصر كان متفوق. لكن يا ايمن عايز اخدك من حته منتخب مصر وخسارته امام الاورجواي في اخر دقيقه من المباراه مع المنتخب المغربي، مع المنتخب التونسي النهارده بيخسر في اخر دقيقه، ايه سر خساره المنتخبات العربيه في اخر اوقات المباراه؟ هل هو عدم تركيز؟ هل هو اللاعب العربي بطبيعه امره او بطبيعه حاله ما بيعرفش يركز لحد صفاره الحكم، ولا هي صدفه، ولا هي ايه بالظبط؟ لا هو انا لازم اعتبرها صدفه محض طبعا، لان يعني مش هينفع ان انا اتكلم في النداية ان الثلاثه بسبب عدم تركيز اللاعب العربي، لان الثلاث فرق عاملين حاجات طيب مختلفة. طيب أبدأ معك بمنتخب مصر. ماشي. منتخب مصر ضربة ثابتة من مكان خطر، فاول ملوش أي لازمة، عدم تمركز صحيح من ثلاث لعيبة من منتخب مصر، لاعب بيطلع يلعب الكرة يجيبها هدف. مباراة المغرب هدف في مرمى طبعا جول. دي تمام قدرية. منتخب تونس هاري كين لوحده في منطقة الستة ياردة بيلعب الكرة بكل سهولة في شباك مرمى منتخب تونس. هل الطبيعي إن أنا كمدير فني وكلعيبه لما خلاص 1-1 والمباراه بتخلص المفروض انا كمدير فني كلامي للعيبه ايه؟ هل هو مفروض ان كل واحد يمسك مان، تركيزك تدفع باكبر عدد ممكن من المدافعين لو عندك تبديلات، ولا ايه اللي ممكن يحصل مع منتخب مصر بالذات ومنتخب تونس؟ طيب احنا هنتكلم على الثلاث منتخبات كان فيهم الفاول من منطقه او يعني يعتبر من منطقه قريبه جدا من حوالين منطقه الجزاء. طيب. الكرات الثابته بيبقى لها تكتيك معينه بتحاول مظبوط تستخدمه انك انت تعمل، بس نيجي نتكلم على المنتخب المصري او المنتخب المغربي او المنتخب التونسي. هم ما عندهمش ميزه حتى في الكرات الثابته على مستوى الهجوم. يعني الكرات الثابته على مستوى الهجومي لما انت تيجي تشوف المدرب قدرته على مجابهه الكرات الثابته، احنا عارفين الكرات الثابته دي من اخطر الاسلحه. ده سلاح احنا بنتكلم ده في بعض الاحيان، مثلا لما باجي اتكلم مثلا في تحليل اداء مثلا لفريق صعب او لمنتخب صعب انك انت تكسبه، فباجي اقول انت اسهل حاجه بالنسبه لك ايه؟ تاخد فاول حوالين منطقه الجزاء وتكون مدرب لعيبتك. البرتغال واسبانيا رونالدو تمام، انك انت تحاول توصل لغايه حدود منطقه الجزاء تاخد فاول، سواء فاول مباشر او سواء فاول على حدود منطقه الجزاء، انت بتتكلم في سلاح مختلف تماما ملوش علاقه بقى لا بامكانيات لعيبه ولا انت باسم بتلعب فين وانا بلعب فين، ولا انا بلعب في مانشستر وانت بتلعب في نادي محلي في افريقيا، لا مفيش الكلام ده. انت بتتكلم في كره ثابته، انت هتحاول انك انت تستخدم سلاح معين او اجاده معينه او تدريب معين عشان خاطر تجيد اقتناص الكرات، وفي نفس الوقت كمان انك انت تحاول تكسب بيها او تحاول تحمي مرماك بيها. الكرات الثابته مشكلتها في الاوقات الاخيره ان مش بيبقى فيه مغامره. يعني انا مثلا كمنتخب مصر ممكن اعمل بعض الاسلحه، حتى كمان جوزيه كان دايما بيعملها زمان، ان هو مثلا كان بيعمل اللعيبه السريعه تتحط على حدود منطقه او على حدود يعني خط النص، ده كان بتتعمل من زمان جدا. وفي سلاح تاني انك انت تحط ال 11 جوه منطقه الجزاء وتعمل التكتيك انك انت تحط القليم في الستة ياردة، بحيث ان انت تخلي صعوبه جامده جدا ان اللاعب يحاول يوصل للكوره، لانك انت راصصهم متقفل كده المنطقه فعليا. يعني ده في تكتيك، ده تكتيك شويه بيميل للهجوم وفي تكتيك شويه بيميل للدفاع. المشكله انك انت في الوقت ده انت خلاص انت بيبقى المدافعين طلعوا، بيبقى حارس المرمى طلع. انت شفت حتى في ماتش المكسيك والمانيا كان نوير طلع وكان بيكمل، يعني كانت الكوره مكمله ان هو عايز يعني يحاول ان هو يساعد الفريق بتاعه ان هو يتعادل. فانت في المنطقه دي او في التوقيت ده كل اللعيبه خلاص، انت كل اللعيبه في عندك زياده عدديه كبيره جدا من كل المهاجمين او من كل الاطوال في منطقه ال 18. وفي نفس الوقت اختيار الفاولات، انت قلت على حاجه مهمه جدا، اماكن الفاولات بتبقى اماكن قاتله، فالمفترض عشان تحمي نفسك من خطر الكرات الثابته في الوقت ده انك انت تحاول قدر الامكان تضغط من قدام، مش انك انت دايما في الفرق المتميزه. مانشستر سيتي مثلا لما كان بيلعب مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي وكان كسبان 2-1، عمل ايه في اخر الوقت؟ كان في الدور الاولاني، في اخر الوقت كان على حدود منطقه مانشستر يونايتد وبيحاول يستحوذ على الكره وياخد فاولات هناك، انت او ياخد كورنرز هناك. انت لما تكون متعادل او لما تكون متقدم او لما تكون خايف من الهزيمه او مخايف من كرات ثابته، لازم تبعد قدر الامكان الخطر على مرماك، تحاول تضغط بشكل قوي جدا على حدود منطقه او على حدود نص الملعب بتاعك عشان تجبر المنافس انه يرسل كرات عرضيه غير متقنه. هي ليه اوروجواي مثلا او حتى انجلترا او حتى ايران فشلت في احراز اهداف من كرات متحركه رغم الكرات العرضيه، برغم ان هم بيمتلكوا قامات طويله جدا او مميزين في الكرات العرضيه خصوصا اوروجواي والمنتخب الانجليزي؟ ليه؟
عشان خاطر اثناء اللعب من الكرات المتحركه بيحصل ضغط من اظهره الجنب ومن الاجنحه في اللعب المفتوح على الجناح المهاجم او الجناح المهاجم للمنتخب الاوروجواي او منتخب الانجليزي، وبالتالي الكره بتطلع غير متقنه، لكن في الكرات الثابته ما فيش عليه ضغط، وبالتالي بيبقى عنده فرصه اكبر وتركيز اكتر ان هو يطلع الكره الثابته. عشان كده من باب اولى انك انت لما تيجي تعالج خطا بتعالجه طبعا في المفتوح بشكل كبير، لكن في الكرات الثابته تحاول قدر الامكان انك انت ما ترتكبش اخطاء حوالين منطقه الجزاء، ده افضل حاجه، انك انت تحاول دايما تخلي فيه لعيب سريع عندك في الوقت ده عشان خاطر تديله الكوره بيعمل مسافات طويله، تحاول تغير من التكتيك بتاعك. احنا دايما بينصب الموضوع بتاع الدفاع عندنا او الفكره في الدفاع ان انا لما انا عندي مشكله في الكرات الثابته يبقى المشكله في الكرات الثابته هي نفسها، مش المشكله في الاخطاء اللي حوالين منطقه الجزاء، مش المشكله ان انا تراجعت بزياده وبالتالي الفريق اللي قدامي ابتدى يهاجم بشكل ضاغط جدا وابتدى ياخد فاولات حوالين منطقه الجزاء. عشان كده نصيحه للمنتخب المصري بكره ان شاء الله اول ما هنيجي نتحلل المنتخب المصري والمنتخب الروسي، انك انت تقدر الامكان تحاول تبقى انت السيد في المباراه، وانك انت تكون بتبتعد عن حدود منطقه الجزاء عشان خاطر الكرات الثابته منتخب روسيا مميز فيها جدا. طيب يعني ايمن، واحنا بنتكلم على منتخب مصر ووصلنا لنقطه مهمه جدا وهي يعني سبب خساره المنتخبات العربيه او بالاخص منتخب مصر وتونس في اخر دقائق المباراه. يعني حصل موقف غريب جدا في مباراه كوستاريكا، ماتتش في شجار مع الجهاز الفني. نروح نشوف الفيديو ونستعرضه وارجع معاك نعلق. يعني ماتتش لاعب كبير، لاعب مفروض ان هو يعني بيلعب في مانشستر يونايتد، لاعب عقليه كبيره، فبالتالي يعني موقف ملوش اي داعي، لكن كان حديث الساعه في او حديث اليوم اللي كان بيتقام فيه مباراه كوستاريكا وصربيا. فتعال نشوف الفيديو ونرجع نكمل معاك. يعني ممكن خلاص، يعني انا عايز اعرف رايك، هل ماتش او حاجه زي كده حصلت في مباراه كوستاريكا ومباراه صربيا، كمان الموقف اللي حصل بتاع كالينيتش. يمكن انا بتكلم شويه على منتخبات صربيا، بتكلم على كرواتيا، شايف ان هم على طول يعني بيكونوا عندهم حميه، بيكونوا عصبيين زياده عن اللزوم. انت عارف ان طبعا كالينيتش تم استبعاده اليوم من معسكر منتخب كرواتيا. طبعا انت يعني عايز اعرف رايك، هل وقع زي وقعت ماتتش دي ينفع انها تحصل من لاعب، طبعا لاعب دولي، لاعب كبير، لاعب عنده خبرات، كمان متقدمين 1-0 بيشتبك مع يعني الجهاز الفني. يعني احنا شفنا او ما عرضناش الفيديو بشكل كامل، لكن تعليقك على خبر ماتتش بعد اشتباكه مع احد الجهاز الفني في منتخب كوستاريكا. شده الاعصاب، احنا بنتكلم في مونديال وبنتكلم في 3 بونت، وانت صربيا ما كانش متقدمه 2-0 مثلا ولا حاجه، انت متقدم فرق هدف، وبالتالي بيبقى شده الاعصاب في وقت المونديال، انت مش بتشوف تلاقي كبير لاعب كبير او لاعب صغير. حتى في المباريات الكبيره، احنا بنتكلم على نهائي دوري الابطال او بنتكلم في كاس العالم قبل كده، ديفيد بيكهام ووقعته مع دييجو سيميوني والطرد اللي حصل والتمثيل اللي حصل، قبل كده كان رونالدو وواين روني برضو كان في المونديال ما بين البرتغال وما بين انجلترا. فالاحداث ديت ممكن مع كاس العالم ممكن تحصل، لكن اللي بالنسبه لي كان غريب جدا كان موقف كالينيتش. انت بتتكلم انك انت وصلت خلاص لقائمه 23 لاعب، افضل 23 لاعب بيلعب في اسم ميلان، وهو يعني المدير الفني شايف ان احتياجه ليه في اخر 4 دقائق، فانا مش شايف يعني ما كان شايف فيها مشكله. يعني انت حتى تشيرتشيف مثلا اول بديل في مونديال كاس العالم على مدار التاريخ يجيب هدفين بعد دخوله في المباراه الافتتاحيه. طب احنا معانا واحنا بنتكلم دلوقتي واقعه طبعا ماتتش، يعني زي ما انت شايف موضوع اوفر، يعني بالعكس، ده هو المفروض ان هو يكون بارد، كسبان 1-0، منتخب ومتقدم في الطريق الى الحصول على 3 نقاط، بيلعب في اخر وقت من المباراه، وبالتالي كان يعني موقف زي ما انت شايف عصبي جدا جدا جدا، عمري ما شفته كده مع مانشستر يونايتد. وبالتالي يعني دايما الاحداث ديت، حتى احنا لما درسنا في علم التدريب احيانا الجزء النفسي او الجزء الذهني للاعب في اوقات المباراه وفي الاوقات الاخيره من المباراه بيبتدي يهرب منه. يعني بيبقى غصب عنه، احنا مش بنتكلم ان هو انت تيجي تتكلم على انت، حتى ماتش لو انت جيت سالته انت عملت كده ليه، هيقول لك انا مش عارف.
يعني ده حقيقي بدون اي داعي. يعني بيقولك لانه فعلا بيبقى فعلا خارج السيطره خلاص. انت بتتكلم كنا بنتكلم تقريبا في اللقطه دي كانت في حوالي الدقيقه 89 او في الدقيقه 90. فانت بتتكلم خلاص هو حاسس ان خايف ان اللعيبه الكره تتلعب. هو متخيل هو مش عارف ممكن تكون الكره متصفره على مين او اذا كان خطا عليه ولا لا. هو مش عايز الكره تتلعب خصوصا ان ماتتش بيلعب في عمق الملعب. كان خايف ان كوستاريكا تعمل ده. حتى لما زي ما مثلا بنيجي يعمل فاول تكتيكي بس هو مش هينفع يعمل فاول تكتيكي مع احد افراد الجهاز الفني. ولكن فهو بيبقى ضد التصرف يعني ما تطورش الامر للاشتباك للطرد مثلا او حاجه. لكن زي ما بقول لك هو موقف كلانيتش ده بالنسبه لي كان غريب انك انت ممكن تشترك اربع دقائق في المونديال ده بالنسبه لك شرف كبير جدا خصوصا انك انت يعني برضو انت مش لعيب السوبر ستار في كرواتيا. انت في عندك ابليك مانزوكيتش في عندك طبعا الوسط راكيتيتش طبعا راكيتيتش ومودريتش طبعا وكوفاجيتش اللي موجود على الدكه. فانت عندك لعيبه كتير جدا موجودين في المنتخب فارزاليخو يعني عندك لعيبه كبيره جدا في المنتخب الكرواتي ولعبوا حتى مونديالات قبل كده. فانت يعني انت اضعت فرصه كبيره جدا. انت كنت ممكن تشترك في المباراة الثانية في المباراة الثالثة وتقدم أداء أفضل. ممكن مانزوكيتش ده يصاب مثلا لا قدر الله مثلا. فيعني مش عارف هو ده التصرف اللي فعلا غريب. يعني تصرف ماتتش ممكن أقول لي إيه يعني هو خارج حدود العقل. لكن أنت بتتكلم في أول مباراة في المونديال وتنزل في الدقيقة 85 أو في الدقيقة 86 ما فيهاش مشكلة يعني واي نوت. ليه طبعا. أنت ممكن تجيب جون. يعني أنت منتخب كوستاريكا بيهاجم بأقصى قدرات او باقصى طاقه عنده عشان خاطر يدرك التعادل. انت ممكن عندك سرعه وجاهز فنان وبدنيا ممكن انك انت تجيب جون تاني في المونديال فاعتقد ده كان تصرف. للمونديال 2018 او مين اللي ممكن يحافظ على لقب الحصان الاسود في البطوله؟ هو انا بعتبر بلجيكا مش حصان اسود يعني بالظبط. بلجيكا انا بسمع كده بقول لا بلجيكا منتخب بينافس منتخب على بطوله كاس العالم. اللي انا شايفه في المجموعه ممكن يعمل من ضمن الفرق دي اللي ممكن تعمل نتيجه كويسه وتوصل لادوار كويسه خصوصا بعد المكسب امبارح على المانيا هو منتخب المكسيك. يعني منتخب المكسيك ممكن يوصل دور الثمانيه. طبعا هي افضل نتائجه كانت في دور الثمانيه فممكن يوصل منتخب المكسيك دور الثمانيه. مش عارف المنتخب السنغالي حاسس برضو انه ممكن يعمل حاجه. اليو ساسي انا حتى لما كنا مع بعضينا في بطوله افريقيا كنت معجب جدا بالمنتخب السنغالي. كان بالنسبه لي كانت مفاجاه ان هو يخرج قدام منتخب الكاميرون بضربات الجزاء. لكن اليو ساسي مدرب كويس وافراد المنتخب السنغالي كويسين عندهم سرعات عاليه جدا 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 لياقه بدنيه عاليه جدا بيخطفوا. يعني فريق مش سهل ان هو مثلا يعني هيلعبك لعب مباشر او لعبك لعب هيدخلك معاه في صراع معين. لا هو هيقفل كويس جدا ولما يجي يلعب هجمات مرتده هيلعب هجمات مرتده وهيتعبك. عنده لعيبه جامده جدا في خط النص وفي خط الدفاع وفي خط الهجوم على راسهم طبعا ساديو ماني في الهجوم طبعا وكوليبالي. يعني شايف كوليبالي طبعا ده حاجه قويه جدا 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 للمنتخب السنغالي في خط الدفاع. فانا شايف المنتخب السنغالي برده ممكن يكرر مفاجاه المونديال 2002 طبعا الكبيره ديت خصوصا لو طلع اول. يعني انا مرشحه وانا كنت مرشح مثلا في المجموعه الثامنه ديت المنتخب السنغالي يكون اول منتخب كولومبيا هو اللي يكون ثاني. شايف ان بولندا هتبقى بعيده فاعتقد ان ممكن السنغال ممكن تحقق مجموعه دور كويس. طيب قبل ما نتكلم على يعني مباراه مصر وروسيا فنيا عايز اسالك على الجزء النفسي. احنا عارفين بكره مباراه روسيا اكيد جمهور روسيا هيكون متواجد بشكل كبير جدا في ارضيه الملعب. هل انت شايف الجاليه المصريه او العدد الكبير جدا اللي موجود من الجانب المصري في ارض الملعب بكره هيبقى ليه عامل ايجابي نفسي على لاعبي منتخب مصر؟ وانا كمان بسالك هنشوف دلوقتي وانا بتكلم معاك الصور من بعض جماهير النادي الاهلي المتواجده في روسيا. يعني عايز اعرف منك هل انت شايف ان ده ان ممكن منتخب مصر يحس فعلا ان هو ليه تواجد جمهور كبير فبالتالي ما يتاثرش بالجانب الروسي بشكل اكتر؟ نتكلم بصراحه طبعا الاعداد النفسي سيء جدا دلوقتي في المنتخب المصري. علشان اللي بيحصل في المعسكر. طيب احنا يعني بص احنا اتكلمنا في القصه دي في كلام كتير جدا. في كلام بيقال ان البعثه الاعلاميه والبعثه الفنيه مش موجوده في نفس فندق الاقامه هي كانت في زياره. ده حاجه. الحاجه الثانيه في ناس اتكلموا قالوا لا دول كانوا موجودين في وقت الجهاز الفني كان سامح ان في ساعتين ان يبقى في مقابله مع مثلا عائلات وجمهور الكره المصريه ان هو يؤازر المنتخب المصري. ففي كلام كتير جدا. فاكيد يعني اكيد احنا بنتمنى الاستقرار لمنتخب مصر وان ما فيش حاجه سلبيه تاثر عليه. لكن طيب هنروح نشوف فيديو من روسيا لجمهور الاهلي وهو طبعا في شوارع روسيا وارجع نكمل معاكم ونعلق عليه قبل ما نروح للجانب الفني ومباراه مصر وروسيا.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني شايف وجود منتخب او الجماهير، يعني خلينا دايما خلاص يمكن الساعه 12 انا مش هكلمك على الجماهير، انا هكلمك انت برضو فهمت الجزء بتاعي غلط، مش انا مش بتكلم على البعثه الاعلاميه ولا بتكلم على الوفد اللي قيل ان هو حصل ده، انا بكلمك دايما في ارض الملعب. انا مؤمن وعارف ان اللعيبه عندنا محترفين بشكل كبير جدا، انا بكلمك على الجزء اللي بيحصل على ارض الملعب. احنا النهارده عارفين المران الرئيسي، وكل اللاعب كره قدم او اشتغل في التدريب او في المران الرئيسي ده بيبقى فيه كنا بتكلم على ما يحدث في أرض الملعب من جانب أعضاء ورئيس مجلس اتحاد كرة القدم المصري، السيلفي والصور والكلام ده كله. طبعا الكلام ده ممكن يفك اللعيبة شوية، مش حتى لو مش بيفك اللعيبة، وحتى لو اللعيبة عندها القدرة انها تعمل ده، لكن انا ليه ما وفرش المية في المية، المية وعشرين في المية، ليه اخليها 90، ليه اخليها 85، خصوصا انا مش بتكلم في مباراة، احنا بنتكلم في مباراه مصريه، يعني بنتكلم لو انت تعادلت بكره بنسبه 99% 9-10 انت بره البطوله. يعني خلينا نكون منطقيين، اوروجواي مع روسيا، روسيا لو اوروجواي لو كسبت السعوديه بعد بكره هتوصل، يعني مش هتلعب هتريح الماتش الاخير عشان خاطر تاخد حتى التعادل، وروسيا بالتالي برضه هيبقى عندها 4 بونت، ممكن تتعادل مع اوروجواي وممكن ما تطمعش في المكسب، وانت استحاله تكسب السعوديه 6. يعني خلينا نبقى منطقيين، حتى لو انت كسبت 6 او 7 او 11 حتى وانت متعادل مع روسيا انت خلاص انت بره البطوله. فخلينا نكون منطقيين، انت كاعداد نفسي نتكلم بمنتهى الامانه بمنتهى الصراحه، اللي بيحصل ده مش صح، ده بيقلل. احنا بنتكلم على كابتن جوهري، وطبعا انت تسال الكابتن ربيع ياسين لان بصفه والدك طبعا هو كان حاططهم في جزيره مهجور او في مكان مهجور في فندق مهجور في جزيره صقليه، اللعيبه كانت حتى مستاء، لكن هو راح عشان خاطر يتعادل مع بطل اوروبا، يتعادل مع المنتخب الهولندي، ياخد 2 بونت ويلعب مع انجلترا مباراه قويه جدا ويتغلب 1-0 بالعافيه. لو انت كنت جبت الهدف في التعادل لكابتن جمال عبد الحميد في اخر 5 دقائق كنت انت صعدت احسن ثالث، لان انت كان هيبقى عندك هدفين، ليك هدفين وعليك هدفين، وكنت تخش افضل ثالث من ضد التوالت اللي في المجموعه. احنا رايحين كاس العالم مش عشان خاطر نتصور، مش عشان خاطر ممكن نتصور نعمل كل الكلام ده كنا عملناه في الاستاد قبل ما نروح عملناه. فايه اللازمه؟ ايه لازمته ثاني؟ فاحنا مش احنا بنتكلم ده على اعداد، ده اعداد نفسي، ده بيخرجك بره التركيز، حتى لو انت بتحافظ على تركيزك 90% ده بيقلل نسبه التركيز وده شيء مش كويس. طيب احنا كنا بنتكلم على فوز المكسيك على المانيا، ويمكن يعني المكسيك مش بس كسبت 1-0، لا ده المكسيك يمكن بعد احتفالا حصل حاجتين، يمكن زي ما انت عارف جهاز المسؤول عن قياس الزلزال في المكسيك سجل يعني هزه ارضيه بعد ما المكسيك احرزت هدفها الاول، دي حقيقه. وكمان نقطه ثانيه يمكن لقطه طريفه جدا من جمهور المكسيك، فهنشوفها انا وانت واحنا مع بعضينا. يعني حصلت لقطه طريفه جدا بعد فوز المنتخب المكسيكي، ان يعني واحد من الجمهور يعني بيتقدم بيخطب صديقته بعد الفوز من المباراه. فيعني كنا مستعرضها مع حضراتكم كده بما ان احنا بنتكلم على الجماهير، علشان يعني ننتقل بعديها بقى لكلامنا على مباراه بكره، وازاي منتخب روسيا ممكن يبدا لقائه غدا، وازاي كمان ممكن منتخب مصر يقدر انه يفوز على منتخب روسيا. زي ما انت شايف، بص يا ايمن، يعني ايه؟ يعني انت شايف جمهور المكسيك مش مصدق ان منتخب المكسيك بيفوز على بطل العالم 2014 1-0، وكمان مش بس كسب، ده كسب وادى اداء رائع جدا وتالقه من سنه بالظبط كان مغلوب 4-1 فاكر في كاس القارات بالفريق الثاني كان المانيا. يعني بص يعني انا ايه، طبعا اوزاريو ضرب مثل مهم جدا في ان ازاي المدير الفني لما بيخرج من تجربه، طبعا هنا المنظر قدامنا، فهو يعني العريس هنا هو بيتقدم خلاص، وهي ايه يعني ربنا يتمم لهم بقى بخير. وزي ما احنا شفنا ده كان بعد مباراه مصر والمكسيك، مباراه المكسيك والمانيا اسف. وبالتالي يعني هنتكلم على اخر وقت معانا بقى، نتكلم على 10 دقائق دول في روسيا ازاي هتبدا بكره، وازاي منتخب مصر ممكن يستغل بعض نقاط الضعف اللي موجوده في سواء في خط وسط روسيا او في خط الدفاع، وازاي ممكن منتخب مصر يفوز على روسيا بكره.
طيب احنا عايزين نتكلم على المنتخب الروسي كده في شكلين او في دقيقتين. المنتخب الروسي في المباراه الاعداديه كان ليه شكل معين وفي ما كسبش ولا مباراه يعني من بعد كاس القارات ما كسبش ولا مباراه استعدادا لكاس العالم. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ده كان دي كانت نتيجه مش سبب. السبب انه طبعا الواجه فرق قوي جدا اسبانيا وفرنسا والبرازيل على راسهم، وبالتالي كانت اختيارات غير موفقه انك انت تحاول تبتدي مع اقوى ثلاث او فرق قويه جدا كلهم مرشحين للمونديال وانت معاك في المجموعه بتاعتك اوروجواي ومصر والسعوديه. انت ابتديت تلعب ب 3 4 3 او 3 4 2 1 في التشكيل بتاعك، وبالتالي كان عندك قله في عدد خط النص او على الاطراف الهجوميه لما الفريق بيحاول يهاجمك. الفريق كان قوي جدا في ناحيه الالتحامات الهوائيه وحتى الالتحامات على الارض، بيحاول يستخلص الكوره لو لقى في عندك تباطؤ. المهم تشيريتشيسوف المدير الفني المنتخب الروسي حب يعمل شكل مفاجئ ومباغت للمنتخب السعودي في المباراه الاولى، وابتدى يلعب 4 2 3 1. كان بيلعب بزيركوف وجزانيتشوكوف وكوتيبوف وفرنانديز في خط الدفاع، زوبونين وجزانيسكي في خط النص الارتكازين، كان في عنده جولوفين وفي تزيجوف وساميدوف الثلاثي اللي في خط الوسط الهجومي، وسمالوف اللي هو راس الحرب. بعد كده نزل تشيريتشيسوف في مركز الجناح مكان خلى جولوفين حر في عمق مشكله عند المنتخب الروسي. المشكله ديت ليها علاقه بالافراد قبل ما يكون ليها علاقه بالخطه او بالتكتيك او بالاسلوب. طبعا احنا عارفين عكسيا كده، كلما زادت القوه كلما قل عنصر المرونه والرشاقه. فكده عايزين نشوف نقول مثلا المنتخب الروسي عنده هيبقى عنده مشكله في عنصرين، الرشاقه والمرونه. تجتاح ده بايه؟ انك انت تلعب تمريرات فيها خداع، انك انت تلعب تمريره تبص على التمريره الثالثه او تبص على التحرك الثالث وانت بتلعب الكره الاولانيه. يعني انا وانا بدي الكره لعمر المفترض يبقى فيه مع محمد صلاح مثلا، لو محمد صلاح بيلعب معانا ترى بشكل معين يبقى محمد صلاح بيتحرك اتجاه ثالث او في اتجاه ثالث عشان خاطر ياخد الكره الثالثه. فاحنا دايما بنحاول نعمل تحركات خداعيه. طبعا التمويه او الفنتات اللي بتحصل في قلب الملعب انك انت تكون بتجري في خط معين وبعد كده تكسر الكره في اتجاه ثاني، ده برده ليه شكل مميز او لحاجه مميزه ممكن تضرب بيها المنتخب الروسي. ده احنا بنتكلم على المستوى الفردي او على مستوى المواقف الفرديه اللي هي واحد واحد. طيب بنتكلم على المستوى اداره المباراه. لما بنيجي نتكلم لو انا مكان مستر هيكتور كوبر والقائمه دي موجوده عندي، لازم احط السيناريو في الدقيقه 80 انا هحتاج مين في ارض الملعب. لو انا في الدقيقه 80 ونتيجه 0-0 هحتاج مين في ارض الملعب؟ اول حاجه هتيجي في دماغي او هتيجي في دماغ اي حد ان لازم يكون عندي راس حربه يجيد ضربات الراس في منطقه الجزاء، على اساس ان انا ما عندكش راس حربه واحد، انت عندك مروان محسن. تمام، يبقى معنى كده ان انا ما ينفعش ابتدي بمروان محسن. طيب يعني ليه بقى؟ يعني انت شايف السيناريو، انت دلوقتي لو مكان مستر هيكتور كوبر في لقاء بكره انت عندك حلين، عندك يا اما تستغنى عن عمرو ورده يا اما تستغنى عن مروان محسن. ده من زي ما بيقول لك هتستغنى عن مين فيه؟ هستغنى طبعا عن مروان وتلعب محمد صلاح راس حربه ولا عمرو ورده راس كهربا. كهربا كلاعب كهربا مش عمرو ورده. ما انا هقول لك ليه، انا هقول لك ليه دلوقتي. انا كمدير فني منتخب مصر، انا دلوقتي زنقت نفسي في ان انا ما عنديش غير راس حربه واحد. انا بقول لك انا بفترض اسوأ سيناريو، السيناريو الأسوأ ان مصر تفضل متعادله مع المنتخب الروسي حتى الدقيقه 80 او حتى الدقيقه 75. في الوقت ده انت محتاج راس حربه يكون بيجيد ضربات الراس، لان المفترض انك انت هتهاجم بكل قوتك في اخر ربع ساعه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام، ده تمام. يبقى انا المفترض ان مروان محسن هيكون ينزل باخر او بكامل طاقته في اخر ربع ساعه. ما تقوليش ان انت هتجيب هدف مبكر وتقدر تجيب الثاني والثالث، لان دوت مش في سياسه هيكتور كوبر. وبالتالي انا بحتفظ بالورقه الاحتياطيه او الورقه اللي ممكن تكسبني او اللي ممكن احتاجها في الكرات العرضيه في الدقيقه 90 او في الدقيقه 85 او في الدقيقه او في اخر ربع ساعه. يبقى انا لازم ابتدي او اخلي مروان محسن على دكه البدلاء عشان يكون تغيير ليا في الشوط الثاني. انا باخد معاك اداره المباراه من الاخر للاول، مش من الاول للاخر، لان ده هيوصلنا ازاي ابتدي للتشكيل المناسب. طيب الجزء الثاني، مين الورقه الثانيه اللي ممكن تخليني لو المنتخب الروسي قاعد ومتراجع بشكل كبير في الدفاع، الورقه الثانيه اللي هتخليني اعمل ده؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في مباراه مصر اوروجواي كان سيء جدا، كان عنده مشاكل كبيره جدا في نقل الفريق من الدفاع للهجوم. لكن لو الفريق اللي قدامي اصلا متراجع في الدفاع، هنا ممكن تظهر امكانيات عبد الله في ان هو يحاول يعمل ثرو او يحاول يمشي الفريق او يعمل عمليه التدوير للكوره او عمليه التمرين الباسنج، ان انت تعمل باسنج جيم كتير وبعد كده بتحاول تعمل ثرو لاظهره الجنب المنطلقه خلف الدفاع.
فيبقى ده الورقه الرابحه الثانيه، يبقى انا كده لازم استغنى عن عبد الله الصعيد في بدايه المباراه واستغنى عن مروان محسن في بدايه المباراه. طيب العب بمين؟ المنتخب الروسي حاجه من الاثنين، لو هو لعب بدفاع متاخر او حتى ابتدى يهاجم في بشكل كبير في استغلالا بقى للدفعه المعنويه والمنتخب والجماهير والكلام ده كله، وعنده محمد صلاح وهيحاول يراقب محمد صلاح، يبقى انا لازم يكون عندي عنصر سرعه اخر موجود في خط الهجوم، يبقى لازم محمد صلاح لو هيكون موجود او ان شاء الله باذن الله هيكون موجود يكون عندك راس حربه متحرك او لاعب متحرك يبتدي حتى يلعب ورا محمد صلاح في نفس الاتجاه، ومحمد صلاح ممكن يدخل بشكل كبير جوه عمق الملعب. حاجه ثانيه دلوقتي يورجن كلوب عظمته او خلت محمد صلاح من افضل لاعب او افضل لاعب في الدوري الانجليزي ازاي؟ ان هو حرره من الواجبات الدفاعيه تماما وخلاه اشبه براس حربه متحرك جنب فيرمينيو، وبالتالي انت محتاج ان محمد صلاح يكون مهاجم وكهربا يكون مهاجم، ورده على مركز الجناح الايمن وتريزيجيه على مركز الجناح الايسر. احنا معانا تشكيل وجرافيك وفيديو كده سريعا ممكن يوضح للساده المشاهدين ازاي المنتخب المصري ممكن يكسب المنتخب الروسي او يقدر يتغلب على المنتخب الروسي من خلال الفكره ديت من خلال التشكيل ده. بص يعني طبعا ايمن احنا اتكلمنا اكيد في نقط مهمه جدا، كان نفسي اتكلم معاك اكثر من كده بكتير على فرص منتخب مصر لكن يعني للاسف ما فيش وقت، لكن اتكلمنا بشكل مهم جدا على ازاي ممكن منتخب مصر، وانت توقعت طبعا تشكيل وتوقعت ان ممكن ازاي منتخب مصر يفوز، لكن سريعا يعني لا الجرافيك لو الجرافيك لو بينزل بس هو طيب مش هياخد 10 ثواني بالظبط. هل ممكن يعني نعرض بس الجرافيك سريعا على الشاشه عشان يعني هيوضح للساده المشاهدين؟ طيب يعني ولا هل منتخب مصر قادر انه يفوز على منتخب روسيا بكره؟ نتمنى. نتمنى يعني نتمنى. ولا توقع؟ لا نتمنى. طيب. لاني بصراحه يعني ما قدمه هيكتور كوبر على مدار المباراه ما يديناش. طب اخيرا هل منتخب روسيا هينزل بكره بيدافع ولا هينزل؟ طبعا ده التكتيك اللي انت اتكلمت عليه او الجرافيك اللي انت احنا بنتكلم سريعا كده ان مثلا الكره هتبتدي من عند حجازي، لما طارق حامد هيجي عشان خاطر يستدعي الضغط من المنتخب الروسي هيبتدي محمد النني هو اللي يعمل الكره. طبعا احنا عندنا الهايلايتس اللي معموله على محمد صلاح، طبعا شايفينه بيتحرك في عمق الملعب وبيبتدي يتحرك، يبقى هو في مركز راس الحربه المتاخر، نفس الكرة او نفس الهجمه اللي جه منها هدف مصر في منتخب البرتغالي، هو ده اللي انا اعتمدت عليه، انك انت بتحاول تفرغ او بتخلي اظهره الجناح مرتكزه او تبقى موجوده مع الجناحين سواء تريزيجيه او عمرو ورده، وتخلي صوره محمد صلاح تكون موجوده في العمق خلف الارتكاز، الارتكازين طبعا هينشغلوا بالتقدم او بتاخر طارق حامد ومحمد النني، لان ده اسلوب المنتخب الروسي ان انت لما بيلاقي معاك الكوره وانت مش بتتصرف فيها بسرعه بيبتدي يضغط عليك، لما بيضغط عليك بتبتدي تتوجد المساحه لمحمد صلاح اللي يتحرك فيها من العمق، لو الظهير الجنب دخل معاه عمرو ورده بيبتدي يزيد، لو ما دخلش معاه بيبقى محمد صلاح عنده الفرصه للفوز. ايمن يعني استمتعت بوجودك معايا واتكلمنا على منتخب مصر وروسيا، وان شاء الله المواجهه المرتقبه بكره الساعه 8 بتوقيت القاهره اكيد طبعا هتكون موجود معايا في الحلقات اللي جايه، عندنا حلقات جايه كتير في المونديال. سعدت بوجودك معايا، طبعا بكره هنكون موجودين مع حضراتكم في نفس الميعاد من الساعه 10 وحتى الساعه 12، بكره عندنا يوم مهم جدا مباراه مصر وروسيا، هنطلع ان شاء الله بعد المباراه يعني يا رب نطلع بعديها ونبارك لمنتخب مصر بفوزه ويعني زي يعني ان تزداد حظوظه في الصعود دور ال 16، فبكره نشوف حضراتكم على خير. اخيرا قبل الختام بشكر طبعا استاذ محسن نموم وعمر البنوبي واحمد شاب على الجهد اللي عاملينه في الحلقه والمداخلات اللي كانت موجوده معانا النهارده، بشكر طبعا شادي عبد السلام مخرج البرنامج، بشكر كل طاقم العمل، بكره نشوفكم على خير في حلقه جديده من المونديال على قناه الاهلي، اشوفكم على خير، تصبحوا على خير والسلام عليكم.